بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي إن شاء الله امتحان أغسطس 2021 سيكشن ويز كالكوليتر. كويتشن نمبر 1: In 2017 country Y had 500 miles of paved roads starting in 2018. يبقى في 2017 country Y كان عندها 500 miles of paved road. طيب لكن في 2018 2018 the country has been building 6 miles of the new road each year. يبقى ايه بيزود بيعمل increase للايه للمايل قد ايه 6 mile each year each year. طيب يبقى انا عندي دلوقتي كستارت 500 دي اللي في 2017 وبعدين بيزود 6 مايل اتش يير يبقى ايه الير ديت مثلا نخليها ايه انا شايف ان التشويسز ام يبقى ايه ام ماشي. طيب at this rate if m is a number of years yes صح كده m is a number of years after 2017 which of the following function gives the number of miles of paved roads that will be in country Y assuming that no paved roads go out of service. تمام يبقى انا عندي دلوقتي start او initial 500 وبعدين increase 6 mile each year يبقى الانسر ايه C. تمام كده يا جماعة اوكي دي number 1. number 2 بيقول لي the circular diagram above shows the results of a survey made on the number of box read by 200 pupils. تمام يبقى total pupils 200 in a certain school. What is the number of pupils who read less than 3 books؟ هو عاوز اللي أرى أقل من كام 3 books. طيب ال less than 3 books يعني إيه؟ ممكن يبقى إيه؟ ممكن تبقى 2 books ممكن تبقى إيه؟ 1 books. تمام هم دول. طيب دول البرسنتج بتاعهم كام؟ هتلاقي هنا ايه؟ اهي دي 20 ودي ايه؟ 18. تمام؟ يبقى البرسنتج هنا 20% بلس 18% من التوتال ستودنتس اللي هم كام؟ اللي هم 200. تمام؟ طبعا انا مسموح الكالكوليتر معايا في السكشن ده فهن ايه؟ نعمل براكت ونكتب فيه 20 شيفت ايه؟ براكت بلس 18 shift bracket close bracket multiply 200 دوس equal تطلع 76. تمام كده 76 يبقى الانسر دي. تمام يبقى انا خدت ايه اللي هو read less than 3 books اللي قرا اقل من 3 books يبقى ايه يبقى هنا ايه 2 و1 ف2 البرسنتج بتاعها 18% و1 البرسنتج بتاعها 20%. يبقى 20 بلس ال 18% من الايه من التوتال بيوبلز 200 هيديني ايه اللي هم ارو ليس ذان ريد ليس ذان 3 بوكس 76. اوكي يا جماعه تمام تمام. A machine number 3 a machine finishes the paving of 600 m of road in 1 hour. ده هنا ان ايه 1 hour at the same steady rate. يبقى الريت دوت يبقى فيه 2 يونتس. قال لي ايه بيفنج اوف ايه 600 ايه ام اوف رود ان 1 اور يبقى ده تايم هو بيتكلم عن ايه 1 اور وبيتكلم عن بيفنج ماشي 600 ايه مايل او 600 ات ذا سيم ستيدي ريت هاو ماتش تايم وود تيك تو ايدنتيكال ماشين تو فينيش بيفنج 300 ايه مايل. تمام يبقى انا كده عندي دلوقتي ايه 2 يونس بيفنج وايه وتايم. البيفنج قال لي ده 600 تمام كده مايل مثلا او ام والايه والتايم كان 1 اور والايه والتاني كان 300 ايه ام. تمام في ايه في كام اور ماشي. طيب ما لو عملنا كروس مالتبلاي هي واضحه قوي ان ده 600 بقى 300 يعني هاف فايه فعموما بقى قلت النص فاحنا ممكن ايه ان لو عملنا كروس مالتبلاي فهتبقى ايه 600 ام اكس ايكوال 300 ام يبقى الاكس ايكوال 300 نعمل ديفايد 600 ام يبقى 300 ام اوفر 600 ام هتلاقيها تطلع 1 اوفر 2 تطلع ايكوال 1 اوفر 2
ده اللي ايه الاكس بتاعي. طيب الاكس بتاعي هو دلوقتي بيقول لي هاو ماتش تايم وود تيك تو ايدنتيكال ماشينز. طيب ده الايه، ده الوان ماشين هياخد ايه هاف اور. هاف اور يعني ايه؟ يعني 30 مينت ماشي فور وان ماشين. تمام. طب لو يبقى عشان تبقى فور تو ماشينز ماشي، هو بيتكلم هاو ماتش تايم وود تيك تو ايدنتيكال ماشينز، يبقى فور تو ماشينز هتبقى ايه؟ ايوه التايم هيبقى ايه؟ هيبقى الهاف هيبقى ينزل، يبقى ال 30 هتبقى ايه؟ 15 مينت ايوه فور تو ماشينز ماشي، لان ايه الماشين بتشتغل ايه لوحدها 30 مينت. طب لو شغلنا معاها ماشين تانية، فبدل ما ايه ما تشتغل تطلع نفس الحاجه في 30 مينت تطلعها في ايه في 15 ايه مينت، صح كده؟ طب لو شغلنا 3 ماشين يبقى ايه 10 مينت كل ماشين. تمام فاهمين الفكره دي؟ 30 ماشين للايه 30 مينت سوري فور وان ماشين. طب لو ايه لو 2 ماشينز يبقى هنعمل ايه؟ ايوه نقسم التايم على 2 ماشين، يبقى ايه ديفايد 2 تبقى 15. طب لو 3 ماشينز هيبقى ايه 10 مينتس فور اتش اي فور لل 3 ايه ماشين، كل ماشين تشتغل ايه 10 مينتس لو ايه لو 3 ايه لو 3 ماشين. واضحه؟ فهو دلوقتي بيتكلم عن 2 ماشين، يبقى هو بيتكلم عن ايه عن 15 ايه مينت، يبقى الانسر ايه ايه. واضحه كده يا جماعه؟ اوكي. نمبر 4 بيقول لي in the xy plane above the equation of line L is 2mx minus 2y plus 12 equals 0 where m is a constant. What is the slope of line L؟ طب ما احنا عارفين ان اللاين اللي هو بالشكل ax plus by equals c، فيبقى السلوب بتاعه بيبقى نيجاتيف النمبر multiply x اللي هي a over النمبر multiply y اللي هو b، يبقى نيجاتيف a على b. تمام. طيب لو عملنا هنا هنلاقي فيها m والتشويسز ما فيهوش m، ما هي نيجاتيف نمبر مالتبلاي الاكس اللي هو 2m ديفايد النمبر مالتبلاي الواي اللي هي نيجاتيف 2، فكده ايه كده في m هتطلع ومفيش m في الايه في التشويسز، يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا لازم الاول اجيب فاليو للام. طب اجيب فاليو للام ازاي؟ ما هو مديني هنا بوينت 3 و2، دي بوينت موجوده على اللاين، يبقى ايه؟ يبقى لو ريبليس الاكس ب 3 والواي ب 2 اقدر اجيب فاليو للام، هتبقى 2m تايمز 3 للاكس ماينس 2، ايوه بعمل سبستيتيوت، بعمل سبستيتيوت في الايكويشن دي عن ريبليس كل اكس ب 3 وكل واي ب 2، يبقى 2 ام تايم 3 ماينس 2 الواي اللي هي 2 بلس 12 ايكوال ايه 0. تمام. ممكن نكتبها دايركت ايه بالكالكوليتر. تمام ماشي، اللي هو ايه 2 تايم 3 يبقى 6 ام اللي هي 6 الفا براكت ماينس 2 باي 2 اللي هو 4 بلس 12 ماشي الفا كالك ايه 0 شيفت سولف ايكوال. تمام تطلع نيجاتيف ايه 1.333. طب انا عاوزها ايه فراكشن زي هما كاتبهم كده، ادوس ايكوال اس دي ايكوال اس دي، فتطلع الام نيجاتيف 4 اوفر 3 نيجاتيف 4 اوفر 3. تمام. طيب جبنا كده الام، نرجع بقى ايه للسلوب، هو ايه نيجاتيف ايوه نيجاتيف النمبر مالتبلاي الاكس اوفر النمبر مالتبلاي الواي، النمبر مالتبلاي الاكس 2m 2m m اللي هي نيجاتيف 4 اوفر 3 اوفر اهي النيجاتيف بره اهي يا جماعه نيجاتيف ادي الام الاي اللي هي النمبر مالتبلاي الاكس اللي هي 2 تايمز الام 2 تايمز النيجاتيف 4 اوفر 3 اوفر النمبر مالتبلاي الواي اللي هي نيجاتيف 2، ما ننساش نيجاتيف 2 مش 2، محدش يقول لي 2 لا نيجاتيف 2. تمام. في نيجاتيف وفي نيجاتيف يكنسلوا بعض، هيبقى نيجاتيف بتوين براكت هو اللي هيظهر. تمام ال 2 كنسل ال 2 هتطلع ايه ماشي، والنيجاتيف كنسل النيجاتيف تبقى نيجاتيف 4 اوفر 3. تمام نيجاتيف 4 اوفر 3 يبقى الانسر ايه ايه. واضحه يا جماعه؟ مجرد بس ايه جبنا الفاليو بتاعت الام من البوينت اللي موجود على اللاين، بعد كده عملنا تطبيق دايركت على طول بالرول بتاع السلوب نيجاتيف نمبر مالتبلاي اكس اوفر نمبر مالتبلاي واي، فطلعت لي بنيجاتيف 4 اوفر 3 يبقى تشويس نمبر اي. اوكي يا جماعه؟ تمام. نمبر 5 بيقول لي جاك هاز كي دولار. تمام. هي سبينز 3 اوفر 4 اوف هيز ماني اون تي شيرت. تمام.
يبقى هو ايه بيصرف المصروفات بتاعته ماشي. هنلاقي 3 اوفر 4 من الفلوس بتاعته كي دولار اللي معاه، قال لي ايه ده تي شيرت. تمام. نيجي بعد كده قال لي ايه تاني، اند 1 اوفر 3 اوف وات ووز ليفت اون ساندويتش. طب اللي اتبقى معاه، طب ما هو اساسا هو معاه كي دولار، فهيتبقى معاه ايه الليفت قد ايه؟ هنعمل كي ماينس 3 اوفر 4 كي. تمام اهي كي، ممكن ايه نجيبها كده شويه اهي الليفت دي نوسع شويه. الليفت هيبقى ايه اللي هو كي توتال ماني اللي معاه كي ماينس 3 اوفر 4 كي، تطلع 1 اوفر 4 كي. طيب ده على ايه؟ قال لي ايه؟ قال لي 1 اوفر 3 of what was left on sandwich. يبقى ايه؟ هيبقى 1 over 3 من 1 over 4 كي، يعني تديني 1 over 12 كي اللي هي 3 by 4 تبقى 12 كي، ده ساندويتش. اوكي. If this left him with t dollar، لو ايه؟ لو دوت left him ايه بتاعه t dollar، which of the four is the value of k in terms of ايه؟ t. تمام. طيب هنشوف بقى اتبقى معاه كام. هو كده دلوقتي ايه ليفت هام وذ هام تي دولار، يبقى ايه الليفت بعد الساندويتش وبعد الايه التي شيرت ماشي. الليفت الثاني ماشي هنقول كي ماينس، ايوه ناخد بقى الايه عندي دلوقتي هو ايه خد تي شيرت 3 اوفر 4 وخد 1 اوفر 12 كي. تمام. يبقى ايه هناخد ده كله تبقى 1 ماشي ماشي، نقول 1 اللي هي 1 كي ماينس براكت نحط فيه 3 اوفر 4 بلس 1 اوفر 12 وبعدين نقفل ايه البراكت وندوس ايكوال، هيبقى ايه 1 اوفر 6 كي. 1 over 6 كي يعني اعتبرت ايه كي 1 1 minus bracket 3 over 4 ده اللي عملته على الكالكوليتر، 1 minus 3 over 4 plus 1 over 12 ده اللي هو ايه التوتال كي ده minus الحاجات اللي صرفها على التي شيرت 3 over 4 والحاجات اللي صرفها على الساندوتش 1 over 12 كي، فبقى ايه معاه 1 over 6 كي. قال لي الفاليو دي اسمها ايه تي دولار. تمام كده، يبقى 1 over 6 كي ده ايه تي دولار، يبقى اسويها بتي، يبقى الكي ان ترمز اوف تي هتبقى ايه اعمل ملتبلاي 6 في البوث سايدز، يبقى الكي ايكوال كام، يبقى الكي ايكوال كام 6 ايه تي. تمام كده اهي، يبقى الايه الكي ان ترمز اوف تي ب 6 ايه تي، يبقى الانسر ايه واضحه. يبقى انا كده كل اللي عملته عرفت ان هو الايه اللي معاه كي دولار، عمل ايه سبنت على تي شيرت 3 اوفر 4 من الماني اللي هو كي دولار. بعد كده قال لي الليفت بتاعه اشترى ايه بطولته 1 اوفر 3 ايه ساندوتش، يبقى 1 اوفر 3 من ال 1 اوفر 4 كي اللي هو الليفت من كي ماينس 3 اوفر 4 كي اللي هي اداني 1 اوفر 4 كي، فبقى اشترى 1 اوفر 12 كي ساندوتش. طيب اللي هيتبقى معاه فلوس قد ايه؟ هو دلوقتي صرف 3 اوفر 4 كي وصرف 1 اوفر 12 كي ماشي، ده على التي شيرت وده على الساندوتش، يبقى اتبقى معاه هنجيب التوتال ماني اللي كان معاه كي ماينس الايه الحاجات اللي صرفها على الساندوتش والايه والتي شيرت، هيديني ايه 1 اوفر 6 ايه كي. قال لي ده ايكوال تي، يبقى الكي ايكوال 6 تي، يبقى التشويس ايه. وضحت كده يا جماعه؟ تمام. نمبر 6 بيقول لي the supply function of the road is given by f of x equal 1 plus x over 2 and the demand function of the same product is given by g of x 2 over x plus 1 where x represents the price in dollar. تمام كده. In a, of the product in both function what is the market equilibrium of this product given that given that it's the point of intersection of the two curves of the two functions. هو عاوز دلوقتي ايه what is the market equilibrium. equilibrium يعني ايه التوازن، يعني ال two function equal او الايكواليتي، يعني الايكوال بتاع two function. الايكوال بتاع two function انا عندي 1 plus x over 2 equal
2 over x plus 1. طب ما دي نقدر نعملها دايركت بالكالكوليتر عشان نقدر نجيب الايه الاكوليبريم بتاعي شيفت سولف ايكوال. تمام، نعمل براكت 1 plus الفا براكت over 2 بعدين الفا كالك براكت سوري فراكشن سوري فراكشن 2 over الفا براكت ماشي plus 1. نعمل بقى ايه شيفت سولف ايكوال هيطلع ماشي طيب طلع لي بالنيجاتيف، انا ما عنديش حاجه ايه نيجاتيف هنا اهو. فبنعمل ايه اذا كانت ايه هنا اهوت ايه الاكس دي يعني فيها تو فاليو، فاليو بوزيتيف وفاليو نيجاتيف، فبنعمل ايه شيفت سولف 100 ايكوال دي عشان اطلع الايه البوزيتيف سوليوشن. يبقى ايه لو عاوز النيجاتيف سوليوشن اعمل شيفت سولف نيجاتيف 100 ايكوال. يبقى شيفت سولف 100 ايكوال هيطلع لي الاكس بايه 2.56 اللي هي الايه التشويس سي. طب لو هو عاوز الايه النيجاتيف طبعا هو مش محتاج النيجاتيف لان هو ايه عاوز ايكوليبريم الايه الفانكشن والاكس ده ايه برايس، مفيش برايس نيجاتيف. تمام، فايه فبياخد شيفت سولف ايه 100 ايكوال عشان اطلعها ايه السوليوشن. ليه؟ لان الاكس تحت في الدينومينيتور، فلو عملت ملتبلاي اكس هتبقى ايكويشن باور 2 اكس سكوير والكلام ده، فايه فبيطلع اثنين سوليوشن. فايه السوليوشن شيفت سولف لو عملناها النيجاتيف 100 ايكوال هيطلع لي ايه ماشي شيفت سولف نيجاتيف 100 وشيفت سولف 100 ايكوال. طب هو الاثنين طلع لي، يبقى كان في تهنيجه في الكالكوليتور بقى. ماشي عموما ايه شيفت سولف ايكوال طلعت لي كام 2.56 اهي، شيفت سولف ايكوال على طول 2.56 يبقى الاجابه سي. تمام، عموما برضو احنا عرفنا الحركه اللي هي بتاعت نيجاتيف 100 وبوزيتيف 100 لو عندي تو سوليوشن فعاوز اجيبهم من غير سمبليفاي. فبايه بكتب شيفت سولف 100 ايكوال يطلع بوزيتيف سوليوشن، وشيفت سولف نيجاتيف 100 ايكوال يجيب السكند سوليوشن او النيجاتيف سوليوشن. تمام اوكي ماشي كده. نمبر 7 بيقول لي تينا جوت اون هير اكزامز ذا فولوينج جريدز. تمام، فيزيكس 75 اوت اوف 100 ويز كوفيشنت 2، English 60 out of 100 with coefficient 4, Chemistry 80 out of 100 with coefficient 1, knowing that the coefficient of mass is 5. تمام، يبقى هو قايل لي coefficient of mass بس مش قايل لي degree. What should her minimum grade in mass be to have at least an average of 80 out of 100. تمام، هو كده ايه عاوز ايه الجراد بتاع ايه الماس بحيث تطلع الافريج. الافريج يعني ايه الافريج؟ اللي هو المين اللي هي السم اوفر الايه ايوه السم اوفر النمبر. تمام، فالسم اوفر النمبر يكون ايه كام 80 اوت اوف 100. تمام طيب، يبقى انا كده دلوقتي المفروض هاخد الفيزيكس كوفيشن ريبيتد كام مرتين، يبقى ايه 75 مرتين يبقى ملتبلاي 2. بدل ما اقول 75 بلس 75 اقول 75 تايمز 2 على طول بلس 60 ريبيتد كم مره 4، يبقى 60 تايمز 4 وال 80 ريبيتد كم مره مره واحده. طيب والماس ما اعرفوش قال لي ايه ريبيتد كم مره، قال لي ايه ريبيتد 5 اوفر ايوه توتال. طب التوتال اجيبهم ازاي؟ هعد بقى الكوفيشنت اللي هي 2 و4 و1 و5، ف2 و4 6، 6 و1 7، 7 و5 12، يبقى ايه يبقى دول كلهم 12. جم من ايه 12 عملنا ادنج للايه للكوفيشنتس كلهم 5 بلس 1 6، 6 و4 10، 10 و2 12. تمام كده، قال لي الكلام ده ماله؟ قال لي ايه هاف ات ليست. يعني ايه كلمه ات ليست؟ يعني ايه bigger than or equal ات ليست at least. طب و at most less than or equal ماشي، يبقى at least يعني bigger than or ايه or equal. يعني مثلا at least عشان ما تتلخبطش وتنساها ايه في اي حاجه مثلا say انت خارج مع اصحابك فبيقولوا لك ايه عامل ايه التيشيرت الجميل ده، فروحت انت رديت وقلت ايه دي اقل حاجه عندي. يعني ايه اقل حاجه عندي؟ يعني انا عندي اكتر من كده، يبقى more than or equal، يبقى at least يبقى دي اقل حاجه عندي يعني انا اكتر من كده ماشي، يبقى ايه greater than or equal. افتكرها بالاكزامبل ده عمرك ما تنساه. تمام at least يبقى ايه bigger than or ايه
اور ايكوال كام؟ قال لي 80%، ما هو كله بيرسنت، اوكي يبقى 80 بس، اللي هو ايه 80. طيب تمام، ده كله كالكوليتر ماشي، اقدر اعملها ايه شيفت سولف ايه ايكوال ايكويجن عاديه. هتقولي دي انكواليتي، لا اعتبرها ايكويجن عاديه. يبقى كل اللي هعمله اعمل فراكشن، احط فيه 75 تايمز 2 بلس 60 تايمز 4 بلس 80 تايمز 1 بلس 5 الفا براكت على طول ماشي، اللي هو اكس اوفر 12. بعد كده نقول الفا كالك اللي هي ايكوال كام 80. نروح عاملين ايه شيفت سولف ايكوال، تطلع ايه 98. يبقى الاكس bigger than or equal 98. طيب ماشي، يبقى ايه يبقى معايا 98 فمور زي 98، يعني 98 given معايا، يبقى 98 اوكي. 98 ولا 100 ولا 85 ولا she wasn't will not be able to have at least this average، لا لا هي 98 or more، يبقى هبتدي ب 98 هو ده الايه اللي given معايا. اوكي يا جماعه تمام، عشان هو عاوز ايه at least ايه المينيموم. هو كمان ايه، ما انت عندك 98، ما انت هتقول لي 98 صح و 100 صح. اقول لك صح، بس هو عاوز ايه؟ ارجع وبص كده، ها مينيمم جريد، المينيمم بتاعهم بتاع ال 100 وال 98. ها ايوه 98 هو ده المينيمم، وال ايه وال 100 ده بعديها تمام، يبقى المينيمم 98. وصلت؟ عشان كده ايه اخترنا سي ما اخترناش ايه، ما هو ايه bigger than، ما هو 98 تنفع و 100 تنفع، صح كلامك صح، بس هو عاوز المينيمم جريد فهنختار 98. وصلت؟ فهمناها كويس تمام. اوكي نمبر 8 بيقول لي the graph of y equal tx square minus 5tx minus 6t is shown in the xy plane above where t is a constant if the graph pass through points 1 و 10 pass through point 1 و 10 which of the following is the maximum value of y. طب هو دلوقتي ليه قايل لي ان هو pass through point عشان يجيب الفاليو بتاعت t، ما t ده unknown عاوز اعرفه. يبقى هنحط replace الـ x بـ 1 والـ y بـ 10 في الـ equation دي، يبقى هنا هو الـ x بـ ايه بـ 1 هيبقى t 1 باور 2 minus 5t times x اللي هي 1 minus 6t قال لي equal الـ y، الـ y بكام؟ بـ 10 تمام. طب أنا عندي دلوقتي هنا أدي t minus 5 و minus 6t، يبقى أنا عندي دلوقتي 1 minus 5 يبقى minus 4 minus 4 و minus 6 يبقى minus 10 t equal 10 يبقى t equal negative 1. نعمل divide ايه 10 divide negative 10 تطلع negative 1، كده جبنا value لt بnegative 1. يبقى ال equation بتاعتي هتبقى negative x power of 2 لان t بnegative 1، negative negative يبقى positive 5x ايوه plus 6 عشان minus و t بnegative يبقى negative negative positive a 6. طيب هو طالب بقى ال maximum value of y مش اكس، عاوز الماكسيمم فاليو اوف واي، واضح اهو. يبقى الاول لازم اجيب الاكس تمام، نجيب الماكسيمم اكس. ها حد فاكر الرول دي؟ طيب لا نسينا. طيب نعمل ايه؟ نفتكر ماشي، انا عندي دلوقتي a اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي ايكوال زيرو، الفيرتكس ده الستاندرد فورم ماشي، الايه الصوره بتاعت الستاندرد فورم الفيرتكس. عندك درس كوادراتيك موجود في التشانل في بي اس تي 1 كورس اكسبلين، مشروح فيه كل الكيسز بتاعت الايه بتاعت الكوادراتيك ايكويشن سواء ستاندرد فورم او فيرتكس فورم او فاكتورد فورم ماشي، فموجود في ايه كوادراتيك ايه ايكويشن بتاعي. طيب نيجي بقى ايه نفتكر كده بسيط، انا عاوز الايه الفيرتكس اللي هو الاكس عباره عن نيجاتيف بي اوفر 2 ايه، والواي كوردينيت ده اسمه ايه الاكس كوردينيت للفيرتكس او الابسيسكا ساعات بنسميه ابسيسكا، وهنا الواي كوردينيت اللي هي تطلع ايه ايوه اف اوف نيجاتيف بي اوفر 2 ايه، دي الرول بتاعي اللي هي الواي كوردينيت او الاوردينيت. يبقى دي الابسيسكا او الاكس كوردينيت، دي ساعات بنسميها ايه ابسيسكا ماشي، ودي بنسميها ايه الاوردينيت او الواي كوردينيت للايه للفيرتكس تمام، الاكس والواي دول الفيرتكس. اوكي طيب هنا دلوقتي هو بيتكلم ايه، عاوز بقى ايه يجيب الاول الاكس اللي هي نيجاتيف بي اوفر 2 ايه. طيب يبقى نيجاتيف البي عندي ب 5 اوفر 2 ايه، الاي عندي بنيجاتيف 1
يبقى 5 اوفر 2 لان النيجاتيف كانسل نيجاتيف تبقى 5 اوفر 2. ماشي، نيجي بقى ايه اف اوف واي، يعني اف اوف 5 اوفر 2. طب دي نعملها ازاي؟ دي ممكن نكتبها على طول دايركت بالكالكوليتور، نيجاتيف الفا براكت سكوير بلس 5 الفا براكت بلس 6 وندوس كالك، وبعدين نكتب 5 اوفر 2 وندوس ايكوال، تطلع 12.25. يبقى الايه؟ التشويس ايه؟ دي. تمام يا جماعه؟ اوكي، واضحه؟ اوكي. question number 9. A study showed that the number of users of a mobile application has been growing exponentially with يبقى growing والنوع ايه؟ exponential. With the number of new members doubling بيحصل لهم ايه؟ double every 3 months. تمام. We know that the initial number of users when the study started was 100,000 users. The equation of the growth is given by مديني ايه ال equation اللي هي 100. طب ده 100 ايه؟ مقصود بيها 100,000 يعني. تمام. e power at او alpha t، alpha t و alpha belongs to r، measured in thousands of users after 10 months. تمام. how many users will the application have in 2 years؟ تمام. دلوقتي ال equation عندي اللي هي ايه؟ ال e power alpha t. تمام. هنبتدي عندنا دلوقتي الدبل ديت بمعناتها ان الايه؟ ان هي 2. طيب ال 2 دي هحطها مكان ايه؟ مكان ال e. يبقى انا لو انا ايه بشتغل في هو في نمبر 9، فهنقول ايه؟ ان هي 100 e، ال e ديت ريبليس ال e اون ب 2 باور الفا تي. طيب الفا تي قال لي every 3 months، هو اتكلم دلوقتي بعد كده عن ايه؟ عن year 2 years. فيبقى لازم ايه؟ ايوه، احول المانث لايه؟ لير. طب المانث لير يعني ايه؟ هقول 12 اوفر 3 تي. تمام. فهتبقى 12 اوفر 3 تبقى كده كام؟ هتبقى 2 باور 4 تي. تمام. 2 باور 4 تي ده هو نفسه 100 اي باور الفا تي. تمام. هناخد ايه بقى؟ المفروض ال 100 هيكنسل ايه؟ ال 100، نساوي التو سايدز بعض، فهنبتدي نقدر ناخد ايه؟ عاوز اكنسل ال e، فاخد لين، لان لين e باور x هي x. طب و e باور لين x برضه هي x، يبقى دي بروبرتس للين مع ال e، ان هما ايه؟ اللي بيبقى انفرس فانكشن يكنسلوا بعض، يبقى ايه؟ لين مع ال e يكنسلوا بعض تبقى x، و e باور لين يكنسلوا بعض تبقى x. فهنا هو خلاص اما اخد ايه لين، هتبقى لين 2 باور 4 تي ايكوال لين اي باور الفا تي. طيب الباور ينزل، هتبقى هنا 4 تي لين 2 ايكوال لين، والاي الالفا تي تنزل، فهتبقى لين اي اللي هي ب 1، او لين اي باور اكس تطلع ب اكس، فلين اي باور نعتبر ده كلها الاكس، يبقى هتطلع ايه؟ الفا تي. تمام. طيب انا عندي دلوقتي قدرت اجيب الايه؟ الالفا. ليه؟ لان التي هتكنسل التي، فهتبقى الالفا بكام؟ 4 لين 2. طيب جبنا كده ايه؟ الالفا. هنبتدي بقى ايه؟ نجيب الايكويجن بتاعتي، الايكويجن اللي هو ايه؟ هاو ماني يوزرز اللي هو ديت، ويل ذا ابلكيشن هاف ان 2 ييرز. هنكتب بقى الايكويجن اللي هي عباره عن ايه؟ 100,000 عشان ما نتلخبطش، وبعدين 2 اللي هي الاي، ماشي، اللي هي المفروض ايه؟ ممكن نخليها ايه؟ اي زي الايكويجن ديت، مفيش مشكله. احنا جبنا كده الفاليو بتاعت الالفا اللي هي بكام؟ ب 4 لين 2، 4 لين 2، 4 لين 2، وبعد كده اهوت ايه؟ ملتبلاي تي اللي هي 2. فهنبتدي بقى ايه؟ دي على الكالكوليتر دايركت نبتدي نحسبها، فهتبقى ايه؟ ادي 100 وادي 1 2 3 1000، وبعدين ايه؟ شيفت لين اللي هو اي باور 4 لين 2، ماشي، باي 2 بس كده، وادوس ايكوال، هيديني
كام زيرو؟ ادي 3 وادي ده يبقى 25 مليون 600,000. تمام 25 مليون 600,000، فين 25 مليون؟ اهي 600,000 اهي. تمام يبقى الانسر ايه؟ بي. تمام كده، يبقى كل اللي احنا عملناه ايه؟ اللي احنا عملناه اللي اتكلمنا في الايكويجن اللي هي المفروض الاكسبوننشال جروس اللي هي ايه 1 بلس ار باور سي تي، فالاي اللي هي الستارت اللي هي 100,000، 1 بلس ار اللي هو الدبل حطيناها 2 لان هو قال لي دبل، فال 1 بلس ار هنا ب 2 ماشي في الايكويجن 1 بلس ار ايكوال 2. وبعد كده السي تي اللي هو قال لي every 3 months، فبنقول 12 ديفايد ايه 3. تمام 12 ديفايد 3 عشان نحولها لير، 12 ديفايد 3 تبقى 4 ايه تي، واقدر بعد كده اما احط ايه قال لي 2 years ريبليس تي بايه ب 2. تمام فطلعت لي الايكويشن بتاعتي اللي هي 100 2 باور 4 تي، سويتها بالايكويشن اللي هو مديها لي 100 اي باور الفا تي، قدرت اجيب الالفا اللي هو الانون ده اللي انا خدت اللي انا على التو سايدز وبعدين كنسلت التي مع تي، فطلعت ايه الالفا بفور ايه لين ايه 2. بعد كده عملت سبستيتيوت فيها، ادي 100 اي باور 4 لين 2 تايمز التي، التي ده قال لي ايه ان 2 ييرز يبقى تي ب 2، فايه فعملناها بقى حسبناها على الكالكوليتر على طول هتديني 25 مليون 600 ايه 1000. تمام كده وضحت؟ اوكي خلاص. كوتشن نمبر 10 بيقول لي based on the figure above what is the area of triangle MNG MNJ sorry MNJ ديت الترانجل الصغير ده، if the area of triangle MNJ is double the area of triangle، نشوف بقى الترانجل ايه التاني ال area of triangle NJB NJB يعني الدبل، يعني لو ال area بتاعت الترانجل دوت X يبقى ال area بتاعت الترانجل التاني اللي هي NMJ دبل، لأن هو قال لي إيه دبل ال area of triangle MNJ is a double the area of triangle NJB. تمام طيب ما كده دول مع بعض هو ترانجل ان ام اي بي، يبقى الاريا بتاع ترانجل ان ام بي ماشي ان ام بي ان ام بي عبارة عن ايه area of اي ترانجل ايه half times base times height. البيز عندي بكام؟ البيز عندي بثري، الهايت عندي بكام؟ بفور. تمام هيبقى ده كام؟ ده 12 divided 2 تبقى ايه 6. طب ما هو ده هو السم بتاع 2 areas اللي هو ايه x plus 2x، يعني ده الاريا بتاع ترانجل ان ام بي هو السم بتاع 2 areas دول اللي هو تبقى 3x. الله يعني معنى كده ان 3x equal 6، يبقى الx بكام؟ 6 divided 3 تبقى 2. طيب هو طالب مني بقى ايه what is the area of triangle MNG MNG، يبقى الاريا بتاع ترانجل M N J هو عبارة عن 2 times ال X اللي هي times 2 تطلع ايه 4. تمام 4 دي بقى يبقى ايه يبقى C. واضحة؟ يبقى احنا كل اللي احنا عملناه ايه استخدمنا ان ده X يبقى ده الدبل، لان هو قايل لي الاريا بتاع ده الدبل الاريا بتاع ده. تمام وبعد كده ايه خدنا التوتال بتاع 2 areas بتاع الترانجل ده والترانجل ده، هو الاريا بتاع الترانجل الكبير اللي هو M N A B، وبعد كده سوينا ب half by base by height ال half by 3 by 4، فقدرت اجيب value لل x. بعد كده عملت substitute بيها في الايه في ال area اللي انا محتاجها اللي هي m n j اللي هي 2 times ال a ال x اللي هي ال value بتاعتها جبناها ب 2، يبقى 2 times 2 تبقى ب 4، يبقى ال area بتاع triangle m n j equal 4. اما لو عاوز التاني هتبقى 2 ال area بتاع triangle n j b اللي هي ايه برضه هتبقى ال x 2. تمام اوكي هو طالب بس ديت، فاخترنا ايه 2 تايمز 2 تبقى ايه 4، فاخترنا الاجابه ايه C. تمام نمبر 11 بيقول لي which of the following is an equivalent form of the function above. طيب دلوقتي دي function ودول ايه التشويسز بتاعي كلهم اكسات، احنا اتفقنا امتى نستخدم ايوه بلجن لما يبقى الفانكشن اكس والتشويسز كله اكس، يبقى اقدر اطبق ايه بلجن. طيب البلوجن دي بقى ايه اختار على اي اساس؟ اختار اي نمبر وخلاص ماشي؟ لا ممكن ايه نختار حاجه ايه تكون ماشي، ممكن حد يقول لي مثلا ايه اخد التو
بحيث ايه اكس ماينس 2 تبقى ايه بزيرو، يبقى ايه الاكس 2. طب ماشي، لو خدت 2 يبقى كل دول زيرو، يبقى ما استفدتش حاجه. ليه؟ لان زيرو 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 زيرو، فانت عاوز تبقى اجابه ايه مميزه، تقدر ايه عارف ليها فاليو، تقدر ايه تختارها صح بناء على ايه اما تحط اكس 2. فما تنفعش اكس 2 ده اختيار ايه مش مظبوط، لان هو ايه هيخلي ده بزيرو، هيخلي كل دول بزيرو، يبقى انت ما استفدتش حاجه، يبقى انت مش عارف الاجابه ايه، ولا بي ولا سي ولا دي. طيب ممكن ناخد ايه تاني؟ ممكن ناخدها مثلا، ايوه نساوي ده بزيرو، اكس بلس 3 بزيرو، يبقى اكس بنيجاتيف 3 صح. ماشي ماشي، ممكن ناخد ده. طيب اما سوينا ده بزيرو خلاص، يبقى اول ترم عندي هنا اهو بزيرو، وبعد كده هنا اهو هنعمل اللي بقى ايه اللي هي اف اوف نيجاتيف 3 دي بقى، ها هيبقى نيجاتيف، لان الزيرو ده في الايه هنا اهو، لان نيجاتيف 3 بلس 3 زيرو تايمز اي حاجه بزيرو، ماينس ايوه 2 تايمز نيجاتيف 3 ماينس 4 سكوير، تبقى هنا نيجاتيف 6، نيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 10، نيجاتيف 10 باور اوف 2 تبقى ايه 100، ومعايا نيجاتيف بره يبقى نيجاتيف 100. تمام، يبقى المفروض الايه تطلع نيجاتيف 100. نحط بقى في التشويسز اكس بنيجاتيف 3 ماشي، ونشوف انهي فيهم اللي هيطلع ايه نيجاتيف 100. اول واحده نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 5، وهنا تبقى 11 ماينس 3 تايمز نيجاتيف 3 تبقى نيجاتيف 9، 11 ماينس 9 تبقى 2، يعني كده نيجاتيف 10، يبقى اول واحده ما تنفعش. تمام، تاني واحده برضو نيجاتيف 5، لان هي نيجاتيف 3 نيجاتيف 2، بعدين 3 بلس 7 يبقى 10، عشان نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف 3 بلس 7 10 تبقى نيجاتيف 50، برضو لا لازم تطلع نيجاتيف 100، يبقى كنسل دي. ما هنا برضو نفس الكلام نيجاتيف 5، وبعدين 11 ماينس 3 تايمز نيجاتيف 3 يبقى ايه، يبقى تطلع كام بوزيتيف 9، 11 بلس 9 تبقى 20 تديني نيجاتيف 100. تمام، يبقى سي صح. تمام، نعمل تشيك اكتر، ماشي نيجاتيف 5، وهنا ايه نيجاتيف 3 نيجاتيف ايه 7 هتبقى ايه تطلع نيجاتيف 10 تطلع ايه 50. طيب يبقى ايه ما تنفعش، يبقى ايه الوحيده الصح هي ايه، هي سي. واضح، احنا عملناها عن طريق بلوجن. ليه؟ لان لقينا الاف فانكشن في اكس والتشويسز كلهم اكس، فهنبتدي ايه نعمل ايه سبستيوت بحاجه ايه مظبوطه، تكون ايه تطلع ايه ريزلت ايه صح مميزه عن ايه عن بقيه الحاجات. لكن لو حطيت اكس، احنا قلنا لو حطينا اكس 2 فلقينا هيبقى كل دول زيرو، وهنا هيبقى ايه هيبقى فاليو برضو ايه زيرو، يبقى ما استفدتش اي حاجه. فايه فكده ما بقاش عارف الاجابه ايه، ولا بي ولا سي ولا دي. فنبعد عن ايه اكس 2، ناخد مثلا اكس بلس 3 بزيرو، يبقى حطينا الاكس بنيجاتيف 3 وعملنا سبستيتيوت هنا وهنا، فلقيناها تطلع نيجاتيف 100، ولقينا سي برضه تطلع نيجاتيف 100، يبقى التشويس هي سي، هي الاجابه ايه الصح. تمام كده يا جماعه، اوكي. نمبر 12 بيقول in the figure above the circles are tangent to each other. في circle tangent to each other، بيقول the radius of circle 1 is r، يعني هنا r وهنا r. تمام، and the radius of circle 2 is 2r، 2r و 2r. تمام، يبقى كده AB اللي هي distance AB كلها كام r؟ هنا ايه 2r و 2r و 2r، يبقى 6r. ماشي، يبقى AB كلها 6r. تمام، 2r هنا اهو، وهنا ايه 4r، يبقى 6r. طيب ده الدايمتر، سوري ده السم بتاع 2 دايمتر. تمام، ايه فبيقول لي if the sum of their areas is 100 pi. طيب السم اوف زير areas، في area صغيره اللي هي ايه باي area 1 باي ار ايه سكوير، وايه واريا 2 اللي هي ايه باي 2 ار سكوير. تمام كده، اللي هي ديت الاريا ديت اللي هي باي ار سكوير، دي اريا 1، وهنا ايه الاريا الثانيه اريا 2 باي 2 ار سكوير. تمام، فقال لي sum of two areas، فهو ده وده. طيب نرجع تاني كده، المفروض بقى what is the length of AB. طب هو قال لي sum of their areas، هنجمع ال two areas by r square، وهنا by ايوه 2 square تبقى 4 by r square. طيب يبقى هنا by r square وهنا 4 by r square، فالsum بتاعهم تبقى ايه 5 by r square. تمام، equal 100 by باي كانسل ايه باي، يبقى ال r سكوير بكام 100 over 5 تطلع ايه
20، ده ال r square ب 20. هو عاوز بقى ايه؟ what is the length of AP؟ عاوز يجيب ال length of AAB. طيب ماشي، انا جبت ال r square يبقى اقدر اجيب ال r اللي هي root 20. تمام، احنا معانا كالكوليتر مفيش مشكلة. وانت عاوز ايه تعملها بالكالكوليتر؟ root 20 على طول، اللي هي تبقى 2 root 5. 2 root 5. طيب احنا ايه قلنا؟ نشوف كده مع بعض ال AB، ال length of AB. ال length of AB اللي هو كام؟ عندي 2R و2R و2R يبقى 6R، AB equals 6R، صح كده؟ طيب يبقى ال AB هنا اهو equal 6R، يبقى 6 multiply ال R لسه جايبينها 2 root 5، يبقى 6 times 2 تبقى ايه؟ 12 root 5. 12 root 5 يبقى ال ايه؟ ال answer ايه؟ D. تمام كده؟ اوكي؟ واضح. ماشي. نمبر 13 بيقول لي f3x equal 24a y. تمام، هو عاوز what is the value of 3y over x. تمام، طيب انا ممكن كده هو اعمل divide 3 divide 3، فيبقى 3 cancel 3، يبقى x equal 24 divide 3 تبقى 8y. تمام، طيب replace x ب 8y، يبقى هنا هو هيبقى 3y over ال x 8y power 2، فال y cancel ايه؟ ال y تبقى 3 over 8 square. تمام، 3 over 8 power 2 it means 3 square 9، 8 square تبقى 64، يبقى 9 divide 64 يبقى الانسر ايه؟ ايه؟ لان هو عاوز ان 3y over ax all square، فاحنا ايه؟ replace ايه ال x ب 8y وكنسلنا ال y مع ال y، فبقت 3 over 8 power 2. ف 3 over 8 power 2 اللي هي تبقى 9 over 8 64 يبقى ليه choice A. اوكي، نمبر 14 بيقول لي توم has horses H، dogs D، and birds B in his farm. The number of birds he has is 4 times the number of dogs. يبقى number of birds اللي هو ال B equal 4 multiply times the number of dogs اللي هو ايه؟ D. تمام، قال لي بعد كده and he has 3 more dogs than horses. ماشي، يبقى انا عنده ايه؟ more و than الدوجز، يبقى نكتب ايه؟ ان الدوجز equal 3 more dogs than horses، يبقى 3 plus horses. ايوه كده صح، يبقى ما يقول لي more than اخد بين more than اهو اكتبها equal، دي equal. تمام، قال لي 3 plus horses، يبقى dogs equal 3 plus horses. تمام، يبقى انا كده عندي dogs 3 plus horses والبيرد 4 dogs، 4 multiply dog. طب انا replace الدوج ب 3 plus horses، يعني 4 bracket 3 plus horses تديني ايه؟ distribute 4 times 3 و 4 times h، 4 times 3 تبقى 12 و 4 times h يبقى 4h، يبقى كده ايه؟ يبقى البيردز ب 12 بلس 4h والدوجز ب 3 بلس h. تمام، والهورسز زي ما هو بيتكلم بقى بيقول لي which of the following could be the total number of these animals، يعني هو عاوز الهورس بلس الدوجز بلس البيردز. طب الهورس زي ما هو، الدوجز عندي ب 3 بلس h، طيب والبيردز ب 12 بلس 4h. تمام كده، طيب هيديني كام؟ هيديني هنا هو كنمبر هيبقى 3 و 12 تبقى 15، وك h هيبقى h و h يبقى 2h، 2h و a و 4h يبقى 6h. تمام كده، طيب بعد كده ايه هنبتدي بقى ايه نشوف الايه الاختيارات بتاعتنا. هنا هوت اول حاجه، ماشي لو حطيت ال h مثلا ايه ال horses say مثلا ايه ب 1، فهتبقى ايه 15 plus 6 تبقى 21، مفيش. تمام، طيب هنحط بعد كده ال h ايه ب 2، ماشي يبقى انا باخد ايه مره مثلا h ب 1، فهيديني السم بتاعهم هيديني كام؟ هيديني 15 plus 6 times 1 تطلع 21. ابص على ال choices ما لقاهاش، طب نحط ال h ب 2، ماشي نبتدي ايه نجيب السم، هتبقى 15 plus 6 times 2 هتبقى هنا 15 plus 12
هتبقى تديني كام؟ 27. 27 يبقى الايه موجودة في ايه؟ في سي. تمام، يبقى الايه التشويس بتاعي ايه؟ 27 اللي هو سي. يبقى ايه مجرد بس ايه عم اقرا احط الاتش مثلا ب1 اتش ب2 لغايه ما اوصل للتشويسز اللي هو ايه المطلوب، فلقيت التشويسز الصم بتاعهم بكام؟ ب27 اللي هي الاجابه ايه سي. واضحه كده يا جماعه؟ تمام ماشي. نمبر 15 بيقول لي اف اكس از ديفرنت ذان نيجاتيف 1 0 1 which of the following is equivalent to. طيب برضو هنا ايه function في x وكل choices x، يبقى كده ايه يعني هنا بس بيقول لي ان ابعد عن negative 1 و 0 1 ماشي. ليه؟ لان negative 1 هتبقى undefined، هتبقى 1 over 0 undefined، 1 نفس الكلام ماشي. وممكن برضو ايه لو عملنا simplify في x برضو ايه ب 0 ما تبقى ممكن تخليها ايه undefined. فهو ايه قال لي ابعد عن الثلاثة دول، مفيش مشكلة ناخد اي ايه value تانية غير دول ماشي. plugin نحط بقى ايه اكس غير نيجاتيف 1 و 0 1 خلاص اي حد يقول لي 2 ماشي صح. يلا نحط ايه 2 هنا اهوت، هتبقى 2 اوفر هنا هنا في المسألة نفسها بعمل سبستيوت في الاكس في المسألة 2 اوفر 1 اوفر 2 ماينس 1 بلس 1 اوفر 1 بلس 2. فهنا اهوت 1 اوفر 2 ماينس 1 يبقى 1 اوفر 1 تمام، يبقى هنا ايه 1 بلس هنا 1 اوفر 3 تمام. فهنا هو هتبقى ايه 3 over 3 وهنا 1 over 3 تبقى ايه هتبقى 4 over ايه 3 يبقى 2 divide 4 over 3 تطلع فوق reciprocal يبقى 2 multiply 3 over 4 يعني 6 over 4 تبقى ايه 3 over 2 ماشي. تطلع ايه 3 over 2 ده ايه المسألة نفسها. هنبتدي بقى ايه نعمل substitute عن ال x ب 2 ماشي هنا هو في كل ال choices لغاية ما تطلع 3 over 2 ال x ب 2. فهتبقى في نمبر ايه هتبقى 1 over 2 square يبقى 4 minus 1 يبقى 1 over 3 لا لازم 3 over 2 يبقى ايه cancel. طب نمبر b ال x 2 تبقى 2 minus 1 تبقى 1 وهنا 2 plus 1 تبقى ايه 3 over 2 times 2 تبقى 4 ماشي، يبقى 3 over 4 لا هي لازم تطلع 3 over 2 يبقى b cancel. طيب نشوف c بيقول لي ايه 2x ال x 2 هتبقى 2 times 2 تبقى 4 over هنا ايه 2 square تبقى 4 minus 1 تبقى 3 4 over 3 cancel برضو. نشوف نمبر ايه مفيش خلاص غير دي بقى هي دي الصح، فهنعملها بقى ايه برضو نعمل choice اهي تبقى 2 square تبقى 4 minus 1 تبقى 3 over 2 فعلا يبقى الاجابة دي هي الاجابة ايه الصح. يبقى عملنا ايه plugin ماشي على طول direct عن طريق ايه ال x بايه ب 3 over 2 سوري x ب2 فايه فتطلع ال choices ايه ب3 over 2. فندور لقيت كل ال choices مش طالعه 3 over 2، الوحيده اللي طالعه 3 over 2 اللي هي نمبر دي، فاخترنا ايه دي على اساس كده تمام. احنا بعدنا عن النمبرز اللي هو قال لي ايه different than negative 1 و 0 و 1، فعشان كده بعدنا عن negative 1 و 0 و 1 وخدناها بايه ب2. وبعد كده ايه عملنا substitute في قلب المساله فطلعت لي 3 over 2 فايه فابتدينا نعمل سبستيتيوت في التشويسز لغايه ما تطلع 3 اوفر 2 لقينا النمبر دي هي الاجابه الصح. اوكي يا جماعه تمام. نمبر 16 بيقول لي what is the equation of line D not shown. اللاين دي ده مش موجود. that bus through origin بيمر بالاوريجن and is perpendicular to line K تمام، يعني بيمر بالايه بالاوريجن اللي هو ده تمام وبيربنديكولار على اللاين ايه K ده تمام. In the figure above. اوكي okay. طيب يبقى معنى كده كلمة perpendicular يبقى انا لازم اجيب السلوب بتاع اللاين كي، فالبربنديكولار عليه يبقى ايه بعمله ايه فليب وغير الساين تاني. يعني مثلا ايه نجيب السلوب بتاع اللاين كي، السلوب بتاع الكي كام هنا اهوت هناخد ايه ده ايه ايوه ده من الليفت للرايت يعني نيجاتيف سلوب، فنيجاتيف رايز اوفر ران الرايز 3 وايوه ده الرايز اهوت الرايز عندي بايه ب 3 والران عندي بكام عندي ب 2 يبقى نيجاتيف 3 اوفر 2 ده اللي هو السلوب بتاع اللاين كي. طيب السلوب بتاع اللاين دي ماشي ده اللي هو ايه بيربنديكولار عليه، فالسلوب بتاع اللاين ايه ماشي دي النيجاتيف تبقى بوزيتيف ونعمل فليب تبقى 2 اوفر 3 بدل 3 اوفر 2 تبقى 2 اوفر 3. فانا كده جبت السلوب بتاع اللاين ايه دي اللي هو باس رو الاوريجن، ما دام باس رو الاوريجن يعني ما فيش واي انترسبت يبقى الايه الايكويشن بتاع اللاين دي
اللي هي عبارة عن ام اكس السلوب اللي هو 2 اوفر 3 تايمز اكس، تمام؟ مفيش ايه دي، ف 2 اوفر 3 تايمز اكس هنلاقي فين 2 اوفر 3 تايمز اكس اللي هي نمبر ايه، اول واحدة 2 اوفر 3 تايمز اكس، يبقى الايه التشويس ايه هو الاجابة ايه الصح. ليه؟ لان احنا جبنا ايه بيربنديكولار، فجبنا السلوب البيربنديكولار عليه اللي هو ايه ازاي السلوب بتاع اللاين كي اللي هو نيجاتيف رايز اوفر ران نيجاتيف، لان هو نازل من ايه من ليفت تو رايت، فايه ان هو ايه الرايز 3 والران ب 2 يبقى نيجاتيف 3 اوفر 2، البربنديكولار هنقلب ونغير الساين، النيجاتيف تبقى بوزيتيف و3 اوفر 2 تبقى 2 اوفر 3، يبقى 2 اوفر 3 تايمز اكس لان هو ايه باس ثرو اوريجين مفيش واي انترسبت، تمام؟ خلاص يبقى 2 اوفر 3 اكس يبقى الاجابه ايه، واضحه كده يا جماعه؟ تمام. نمبر 17 بيقول لي اللاين ام ان ذا اكس واي بلين باس ثرو بوينتس دي ودي 2a و a سكوير و 2b و b سكوير with a not equal b which of the following is the slope of the line m. تمام، طيب دي تعتبرها x1 ودي تعتبرها y1 ودي x2 ودي y2. طب تمام، ابتدي بقى ايه هنبتدي نقول y2 minus y1 اللي هو ايه b سكوير minus a سكوير. طب ممكن نخليها الايه العكس، ليه؟ لان ايه لقيتها a سكوير minus b سكوير او a و b، فهي بخلي دي ايه x1 ماشي ودي y1 مش هتفرق x2 y2 لان ايه مش هتفرق، ليه؟ لان انت ممكن تضرب نيجاتيف فوق وتحت مش هي 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 هترجع تظبط تاني. طيب فهنا مثلا هتبقى b سكوير minus a سكوير ماشي او y2 minus y1 هتبقى a سكوير minus b سكوير y2 minus y1 over x2 minus x1 اللي هي 2a minus 2b. تمام، هقدر من فوق، ايوه a سكوير minus b سكوير دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 براكت ماشي a a root ال first root ال first وبعدين root ال second root ال second، ايوه negative positive، برافو عليك الله ينور. تمام، تحت ممكن اخد ايه في الدينومينيتور؟ اخد 2 common. تمام، خدت 2 common يعني عملت first divide 2 first term 2a divided 2 تبقى a minus second term اللي هي 2b divided 2 تبقى b. طلعت ما a minus b هي a minus b cancel تبقى ايه؟ تبقى a plus b over 2. فين a plus b over 2؟ يبقى الانسر b. تمام، يبقى كل اللي احنا عملناه اللي احنا ايه عملنا رول السلوب هو y2 minus y1 over x2 minus x1 عن طريق 2 بوينتس. تمام، وبعد كده عملنا ايه فاكتورايز اللي هي a square minus b square عباره عن a minus b a plus b a minus b كنسلت a minus b بعد ما خدت 2 common factor في الدينومينيتور فكنسل مع بعض فبقت a plus b over 2 اللي هي الاجابه ايه b. اوكي كده يا جماعه؟ تمام. نمبر 18 بيقول لي ان what is the solution region of x minus y less than or equal 3 the system y bigger than negative x. هنلاحظ هنا ايه مفيش equal وهنا في equal، يعني ايه واحد dotted واحد solid، فواحد dotted اهوت اللي هو ايه اللي هو y bigger than، يعني ده y bigger than negative x لان مفيش equal على طول من غير ما اعمل اي حاجه، وهنا ايه ده في equal يبقى solid، يبقى ده x minus y less than or equal ايه 3. تمام كده، يبقى دول الايه التو لاينز بتوعي. طيب المهم هنبتدي بقى ايه نشوف، قال لي y bigger than، y bigger than يعني ايه above the line. طيب يبقى إيه الريجن بتاعتي above the line، يبقى فين اللي above the line؟ يعني هنا اهو اللي هي above the line ده y bigger than كل الريجن دي. تمام كده، تمام، وبما فيهم اللي تحت كمان. تمام، ده اللي هو ايه y bigger than negative x. طيب هنا اهو بقى هتلاقي ايه ان ال تعمل المفروض لازم الواي تبقى الكوفيشن بتاعها بوزيتيف، فتضرب ايه تعمل تايمز نيجاتيف 1 فنعمل تايمز نيجاتيف 1 في الايكويشن كلها تبقى نيجاتيف اكس بلس واي، ايوه بيجر ذان اور ايكوال لان سمولر ذان اما اضرب في نيجاتيف تبقى تتحول بيجر ذان ايه نيجاتيف 3. طب واي بيجر ذان، طب واي بيجر ذان يعني اباف اللاين، فاباف اللاين يبقى ايه ناخد هنا اهو. تمام، ده الاباف اللاين اللي هو اللون ريد، فالمنطقه الكومن اهي هتلاقي بقى المنطقه الكومن هي انهي ريجون؟ ايوه واضح قوي ان المنطقه الكومن بتاعي هو ايه هي 2 اللي هي ايه الريجون 2. ليه؟ لان هي فيها الايه الواي بيجر ذان
نيجاتيف 3 هو above اللاين، والايه اللي هي اللاين دوت، واللاين التاني اللي هو y bigger than negative x اللي هي الجرين ده. فيبقى انهي ريجون الكومن فيهم التو ريجون؟ هي نمبر ايه 2، يبقى ريجون نمبر 2 يبقى الايه التشويس هو بي، هو الاجابه ايه الصح. ده السوليوشن بتاع السيستم بتاع الايه ايكويجن اللي هي المنطقه الكومن في الايه في التو ايه ريجون. فهنا هو ايه ريجون ايه نمبر 2. اوكي يا جماعه. نمبر 19 بيقول لي in the system of equation above a and b are constant if the a system has one solution. السيستم ده عنده one solution. طيب السيستم عنده one solution يعني coefficient x اللي هي 1 over coefficient x اللي هو 4 not equal coefficient y اللي هو 3 over coefficient y اللي هو 4a. ده اللي هو ايه one solution. يبقى one solution x over x not equal y over y. تمام، اقدر اعمل كروس مالتبلاي. تمام، فان هوت اما اعمل كروس مالتبلاي هتديني 4a not equal ايوه 3 by 4. تمام، طيب ما انا كده ال 4 هيكنسل ال 4، هنا 4 وهنا 4 كنسلوا بعض، يبقى ال a not equal كام؟ 3. تبقى هنا ال a ما بتساويش ايه 3. بيقول لي which of the following could be value of a and b. طب كده ال a ما بت not equal 3، يبقى a cancel b cancel c cancel، يبقى الاجابه دي هي الاجابه الصح. ليه؟ لان هي ال 10 دي not equal 3، فيبقى دي هي الإجابة الصح على طول دايركت. ليه؟ لأن الديفولت عندي إن الـ A not equal 3، فالـ A بـ 3 بـ 3 3 يبقى A B C exclude. كده استبعدت A و B و C، يبقى الـ A الأنسر هي A D. واضحة كده يا جماعة؟ تمام. نمبر 20 بيقول لي in the figure above A E equal 1 over 3 A B. A E يعني هنا 1 فـ A B تبقى إيه 3، أي 1 to 3 1 AE لل AB 3. طب ما كده اقدر اجيب ايه السايد سوري الاريا بقى، ما ده السايد نقدر نجيب الاريا اللي هي السايد سكوير تبقى 1 باور 2 اللي هي تبقى 1، يبقى الاريا بتاعت ترانجل AED 1. طب الاريا بتاعت ترانجل اللي هو ABC اللي هو 3 سكوير، يبقى الاريا هو 3 باور 2 اللي هي تطلع ايه 9. تمام. طيب بيقول لي اند AD برضو هي 1 over 3 AC، يعني برضو نفس الكلام، هنا 1 يبقى هنا ايه 3، نفس الكلام هي هي. اوكي مفيش مشكلة. طب هو عاوز يبقى the area of triangle ABC، ال area of triangle ABC اللي هو 9 is how many times the area of trapezoid EDCB، ال area بتاع trapezoid EDCB. طب ايه يبقى هو عاوز ال area بتاعت ال triangle ABC divide ال area بتاعت الترابيزويد اللي هو E أيوة دي سي بي. طيب الاريا بتاعت ترانجل اي بي سي لسه قايلها ب 9 اللي هي ده 1 سكوير وده 9 3 سكوير تبقى 9، يبقى اي بي سي ب 9. اوكي طيب نيجي بقى الاريا اوف ترابيزويد. الاريا اوف ترابيزويد عباره عن جيبها ازاي؟ ما الاريا دي ب 1 اللي هي دي الاريا هنا ب 1، والاريا بتاعت الترانجل ده كله ايه ب 9. فنقدر نجيب الاريا بتاعت الترابيزويد عباره عن الايه الترابيزويد ده ماشي اللي هو اي دي سي بي عباره عن ال 9 اللي هي الاريا اوف ترانجل كله ماينس ال 1 تطلع ايه 8. تمام، ال 9 الاريا بتاع ترانجل اي بي سي ماينس الاريا بتاعت الجزء اللي فوق ده اللي هو ترانجل اي دي اي اي، ف 9 ماينس 1 تطلع 8، يبقى هنا ايه 8، يبقى 9 اوفر 8 يبقى 9 اوفر 8 يبقى التشويس هو ايه اي. تمام واضحه. يبقى احنا كل اللي احنا عملناه اللي احنا ايه استغل لنا الريشيو اللي هو بيقولها السايد 1 ل 3، يبقى الاريا 1 باور 2 ل 3 باور 2 اللي هو 9. فقدرنا نجيب الاريا بتاعت ترانجل اي بي سي 9 والاريا بتاعت ترانجل اي دي اي 1. بس كده خلاص قدرنا نجيب الاريا بتاعت ترابيزويد اللي هو تبقى 9 ماينس 1 تطلع 8. هو عاوز الاريا بتاعت الترانجل از هاو ماني تايمز الاريا اوف ترابيزويد، يعني الاريا اوف ترانجل ديفايد الاريا بتاعت الترابيزويد هتطلع 9 اوفر 8. تمام كده، بس كده يبقى التشويس هو ايه ايه. تمام. نمبر 21 بيقول لي ايه a container is filled with 200 balls. تمام 80 of them are yellow، يبقى ايه البولز كلهم 200. قال لي ايه في منهم 80 يلو، يبقى اليلو عندي هنا ايه 80. تمام طب يبقى النوت يلو على طول يبقى كام؟ ايوه 120 مظبوط ماشي عشان الصم بتاعهم ب 200. المهم قال لي 80 of them are yellow after removing x yellow balls. ماشي بعد ما شلت x عدد x من ال yellow balls
قال لك ايه 75% of the remaining balls in the container are not yellow. تمام، النوت يلو اللي هو ال 120، يبقى انا كده دلوقتي هنشيل ماشي ال اكس من اليلو، يبقى 80 ماينس اكس ماشي. وبعدين ايه مع قال لي ايه after removing x yellow balls 75% of the remaining balls، 75% من كل البولز اللي باقية، يعني ايه من ده وده. تمام 75% تمام of remaining balls، remaining balls اللي هو after removing x ايوه yellow balls مع ايه مع not yellow اللي هو 120. قال لي ايه 75% of the removing balls in the container are not yellow يعني equal 120. يبقى ايه تاني الحته دي احنا عندنا دلوقتي هم اساسا البول كله 200، خد قسمناهم 80 بولز ده يلو و120 دول نوت ايه يلو. تمام قال لي في ريموف اكس يلو بولز، هنشيل اكس من اليلو بولز عدد اكس، فايه اما نشيل عدد اكس يبقى 80 ماينس الاكس هو ده اللي اتبقى. قال لي ايه قال لي 75% of the remaining balls in the container، فالريمينينج بول of the container 80 ماينس اكس بلس 120، ده الكونتينر كله اما شلنا منه اكس من اليلو بولز بس، فايه فبقى 75% من دول ار نوت يلو، نوت يلو دوت اللي هو 120. دي نقدر نكتبها على الكالكوليتر شيفت سولف ايه ايكوال. تمام نبقى نكتب كده ايه 75 ونروح عاملين شيفت ايه براكت اللي هو برسنت، ونعمل ايه اوبن براكت، وبعدين نكتب فيه 80 ماينس الفا براكت ماينس الاكس، وبعدين نقول بلس 120 كلوز براكت ايكوال الفا كالك 120، نروح عاملين ايه شيفت سولف ايكوال تطلع ايه 40. يبقى الاكس بكام 40 ماشي، يبقى نكتب الاكس ايكوال 40. طيب 40 دي فين؟ يبقى ايه نمبر سي واضحة، يبقى مجرد كتبنا دي على الكالكوليتر شيفت سولف ايكوال فهتطلع ايه الاكس بكام 40. اوكي يا جماعة واضحة تمام. نمبر 22 بيقول لي in 2007 watch manufacturer found that 2 out of every 30 watches ماله produced are defective، يبقى 2 من كل 30 defective عندهم عيوب. تمام كده بيقول لي in the manufacturer produced 2 million watches in a year which of the following is closest to the estimated number of non-defective. فهو بيتكلم مرة قال لي defective ومرة قال لي ايه non-defective. قال لي ايه خد بالك، يبقى انا كده ايه نقدر نقول defective non-defective total او sum. فايه فعندي دلوقتي 2 من كل 30 مالهم 2 من كل 30 اهي 2 out of every 30 watches are defective، يبقى 2 من التوتال يبقى non defective 28 صح كده، بحيث ايه 2 28 سم بتاعهم يديني 30. تمام طيب بيقول لي بقى if the manufacturer produced 2 million watches in a year، يبقى إيه هنا هو نقدر نكتب عليها ايه 2 وجنبها ايه 60 تمام اللي هو 2 million watch in a year which of the following is close to the estimated number of non-defective، هو عاوز ال non-defective يبقى cross ايه multiply. طب يبقى انا كده كل اللي هعمله اقدر اجيب ال x عبارة عن ايه اكتب اللي هي 28 times 2 million over 30 على طول، يبقى 28 times 2 million اهو over كام 30 اللي هي 30 by x، هعمل divide 30 مرة واحدة هنحسبها بالكالكوليتر على طول، فهتبقى ايه نعمل هنا اهوت على طول نكتب 28 multiply 2 جنبها 60 3 4 5 6 over 30 تطلع هنا ادي 1 2 3 1,866,666 هو بيتكلم closest وعاوز ايه اقرب حاجة، فالclosest هتبقى 1,867 وجنبها zeros اهي، يبقى هي ايه approximately ايه b 1,867 لان هي ايه دلوقتي هنا 1,86 وجنبها 6666 4,6 فممكن يعملها approximately ايه 7 1,887 وجنبها ايه 3 ايه 0 اهي 1,867 وجنبها 3 0 1,867 وجنبها 1,2,3
3 ديجيتس خلاها ايه؟ 0. يبقى ده النيرست او كلوزست، اقرب حاجه للاجابه ايه بتاعتنا، تمام؟ فاخترنا ايه بي عشان هي اقرب ايه value او closest to the estimated number of non-defective، تمام؟ يبقى احنا قايلين 2 out of 30 يبقى 2 defect، out of 30 كتوتال او sum 30، يبقى non-defect 28، 30 minus 2 فتطلع لي 28، وهنا قال لي التوتال 2 مليون، يبقى هنا non-defect يبقى كام؟ يبقى cross multiply، وقدرنا نجيب ال x على طول تطلع closest ل 1,867,000. اوكي يا جماعه؟ تمام. Number 23 بيقول لي the graph above shows the test grades over 20 of 40 students. تمام كده؟ هو عدد ال students هنا ايه؟ قال لي 40 students، فا ايه ده test grades of 20 out a of a 40 20 a of 40 students based on the graph above. What is the average grade on the test؟ طيب هو بيتكلم عن average ايه grade. طيب ما هو قال ما قالش average number، هو قال لي قال لي average number of students، لا average grade. فالجريد عندي اللي هو الايه اللي هو الواي اكسس. طيب يبقى انا كده عشان اجيب الافريج، الافريج ايه هي؟ ما احنا قايلين اللي هي ايه اللي هي ايكوال للمين، اللي هي السم اوفر النمبر، سم اوفر النمبر. طيب لو انا شغال على الواي اكسس وطالب مني الافريج بتاع الواي اكسس، يبقى انا بشتغل هوريزونتال. لو انا شغال على الاكس اكسس يبقى انا بشتغل ايه فيرتيكال. طيب تعالى كده وريني يعني ايه هوريزونتال تقصد بيه. يعني هنا 6 ماشي، هعملها كام؟ ريبيتد كام مره؟ 4. يبقى 6 تايمز 4، يبقى اقدر اجيب الافريج على طول هنا اهو ماشي. اقول ايه 6 ملتبلاي 4 بلس ها اللي بعديه 8 ملتبلاي ريبيتد كام مره؟ 6. يبقى 8 ريبيتد 6 تايمز 6، وبعد كده 14 ريبيتد 8 بلس 14 تمام ريبيتد 8، بعد ال 14 16 ريبيتد 10 ماشي، يبقى بلس 16 ريبيتد 10 بلس اللي بعد ال 16 20 ريبيتد 12 20 ريبيتد 12 اوفر. ايوه اوفر، ايوه التوتال بتاع الستودنتس هو قال لي 40، ما هو قايل في الاول 40 ستودنتس، يبقى اوفر ايه 40. تمام على الكالكوليتر بحسب على طول دي دايركت كالكوليتر. نقول 6 تايمز 4 بلس 8 تايمز 6 بلس 14 تايمز 8 بلس 16 تايمز 10 بلس 20 تايمز 12 ديفايد 40 تمام وندوس ايكوال 73 اوفر 5 اس دي اللي هو 14.6. فين 14.6؟ يبقى الاجابه ايه؟ دي. تمام كده؟ طلع 14.6 اللي هي دي، دوسنا اس دي بس هي كانت 73 اوفر 5، فاحنا عملناها اس دي عشان نجيب الديسيمال، فطلعت لي 14.6 يبقى الانسر ايه؟ دي. يبقى احنا كده جبنا الافرج جريد، الافرج جريد اللي هو ايه؟ اللي هو الهوريزونتال. تمام يا جماعه؟ باخد ايه ال 6 وال 8 والكلام ده، واضحه ولا مش واضحه؟ اما ايه الافرج نمبر اوف ستودنتس، هاخد ايه ال 4 ملتبلاي ايه ال 6 وال 8 ملتبلاي ال 14 وال 12 ملتبلاي 20، اضرب ايه هتاخدها ايه فيرتيكال سايت. تمام واضحه؟ فايه فهو افرج جريد، فيبقى السام اوفر ايه النمبر. وصلت؟ تمام. Number 24 بيقول لي for what value of x absolute 4 minus x minus 2 less than 0. طيب يبقى انا عندي دلوقتي ايه ان ال absolute 4 minus x minus 2 less than 0 هتودي ال minus 2 side التاني تروح بال positive. طيب ال 4 minus x هي نفسها x minus 4 ماشي، ف less than 2 هي هي ايه x minus 4. انت عندك دلوقتي لازم نبقى ايه عارفين ان هي مثلا a minus b هي نفسها absolute a minus b هو نفسه absolute b minus a، هي هي same value. فهنا absolute 4 minus x هي absolute x minus 4 تمام less than 2. اشتغل بقى ايه؟ ايوه الابسولوت اللي هي ايه negative positive حركة البطارية، فهيبقى ال x between حاجتين between 4 minus 2 و 4 plus ايه 2 4 minus 2 و 4 plus 2، يبقى ال x between 4 minus 2 تبقى 2 و 4 plus 2 تبقى ايه 6، يبقى ال x between 2 and 6. فين الفاليوز اللي هي بتاعت الـ x اللي ما بين 2 و 6؟ هتلاقي ايه 1 لا مفيش، نيجاتيف 7 مفيش، يبقى كانسل كانسل. 3 3 between 2 and 6 يبقى صح تمام، يبقى ايه number a c هي الإجابة الصح، لأن هي ايه 3 between ايه 2 and 6. اوكي يا جماعة؟ تمام اوكي. number 25 بيقول لي the table above shows the distribution of age
and sports activity for 540 تمام employees of a company ماشي. طيب بيقول لي an employee aged under 40 ال age under 40 اهو is selected at random. يعني ايه كلمة الجملة ديت؟ يعني التوتال هو اللي under 40. فين التوتال اللي under 40 اهو 260 under 40 يبقى التوتال 260 تمام. ده التوتال يبقى ده معناته ايه؟ ان التوتال هتبقى ايه من under 40 بس. The employees aged under 40 is selected at random يبقى التوتال من الايه من الاندر 40 only اللي هو 260. نشوف بقى هل هي ايه. طب بما ان هو خد ال 260 يبقى الاجابه لا no sport activity فوق في النمريتور 40 لا اما practice any kind of sports اللي هو 220. هنختار حاجه منهم نشوف. What is the probability that he practice any kind of sports؟ اهي practice any kind of sports يبقى 220. يبقى انا كده ايه هاخد 220 over 260 تمام. نعملها على الكالكيتر 220 over 260 تطلع 11 over ايه 13. 11 over 13 نبتدي نشوف الاجابات بتاعتنا هنلاقيها اخر واحده اللي هي نمبر دي 11 over ايه 13. ليه خدنا اللي هي ايه البراكتس اللي هي 220 practice any kind of sports over a total اللي هو 260 فتطلع 11 over 13 يبقى التشويس هو ايه دي كده كده يا جماعه تمام. نمبر 26 بيقول لي ريان استيميتس ذات ذير ار اكس بيبول ان ا كونسرت تبقى في اكس بيبول موجودين في الكونسرت. بيلا هو نوز ذا اكتوال نمبر اوف بيبول هو اتند ذا كونسرت واي note that Ryan estimates is within يبقى between a 50 people of a actual. طيب يبقى ايه يعني within ديت يعني absolute less than or equal 50 يبقى ده معنى within ويبقى absolute بيبقى ايه بين ال 50 يبقى less than or equal 50 اللي احنا كنا بنعملها حركة البتري اللي هنا بيقول ايه ما بين النيجاتيف والبوزيتيف لل 50 تمام. المهم ماشي within ايه دي معنى within يبقى ايه absolute less than or equal the number. طيب المهم people of actual number of people تمام. which of the following is an inequality represents the relationship between x and y. خلاص كده فين مفيش غيرها اللي هي ايه absolute اللي ما بين الايه ال 50 less than or equal 50 يبقى الايه choice هو number a تمام اللي هي absolute x minus y smaller than or equal 50 تمام كده يا جماعة. بس questions من 27 ل 28 refer to the following information. طيب مديني equation تمام انا بقى هقعد ايه اقرا الرغي ده كله ولا اعمل ايه؟ لا لازم اعرف حاجة واحدة ايه معنى كل symbol منها ماشي. يعني ايه هي f dash يعني ايه هي v يعني ايه هي v zero يعني ايه هي f يبقى انا عندي كام variable اربعهم f dash و v و v zero f فهو ده اللي انا ايه اعرف اسميهم ايه عشان لما يسألني عن حاجة فيهم أبقى عارف أريبليس الفاريبل ده بالفاليو بتاعته أو الكلام ده. بس هو ده كل اللي محتاجه منه. طيب هنا بيقول له يو ار رايتنج إن كار أت أ فيلوستي في زيرو يبقى دي الستارت بتاع الفيلوستي تمام. علمنا عليها أندرلاين أهو عشان نبقى عارفين الفي زيرو ده اللي إيه الفيلوستي في البداية. إن متر بير سكند توورز أ لاود بلوك بارتي بيزد أوف بيكوز أوف هيز إيه موفمنت ذا أكتوال فريكونسي أوف ذا ساوند ويفز emitted by the speaker f يبقى ده ايه الـ actual frequency ماشي اللي هي f الـ actual frequency اللي هي f تمام ده of the sound wave الـ actual frequency of the sound wave ماشي emitted by the speaker f مهم is received by you to be different from the frequency to be different ماشي is perceived by you to be different من الفريكوانسي f a dash يبقى في فريكوانسي تانية اسمها f dash يبقى دي اسمها f اللي هي الاكتوال فريكوانسي وايه والتانية اللي هي ايه perceived by you to be a different يبقى دي الفريكوانسي perceived اللي هي ايه ماشي اللي هي f a dash اوكي. المهم the speaker يبقى كده جبنا V0 خلاص ان الفيلوستي الستارت بتاعي والفريكوانسي والاف اللي هي الايه الفريكوانسي اوف ذا ساوند ويف ماشي وبعدين ايه emitted by the speaker وبعدين الاف داش اللي هي ايه بريسيفد باي
frequency by u to be different frequency f dash. تمام. The speaker sound waves travel at a velocity v. يبقى ال velocity بقى العادية v. تمام كده؟ يبقى ده ايه؟ velocity v. ماشي. اوكي. ناخد اي ايه؟ lines تانية مثلا. اهي. ماشي. ال velocity ايه؟ v. هي دي. طيب. المهم. In meter per second. The phenomenon is called Doppler effect. يبقى الظاهرة دي اسمها ظاهرة ايه؟ Doppler. The formula above shows the relationship between these variables. هو عاوز the relationship between these variables. هنشوف يعني ايه هي بقى. بيقول لي number 27 بيقول لي which of the following express the velocity of the car v0 in terms of other velocity. تمام. يبقى انا عاوز اجيب ال velocity بتاعت ال car ايه v0. تمام. نقدر ايه ناخدها هنا تحت وايه ونشوفها عشان ايه نشتغل عليها. طيب. أول حاجة هعمل divide f عشان إيه أبتدي أعمل distribute. يبقى هعمل divide f يبقى f dash over f equal v plus v0 over v. طيب هتبقى v over v distribute وبعد كده plus v0 over v. فهنا v over v يعني 1. يبقى هنا إيه أقدر أقول f dash over f equal 1 plus v0 over v. طب هو طالب ال v0 يبقى ودي 1 للسايد التاني. يبقى v0 over v equal f dash over f minus 1 عشان ال 1 تروح السايد التالت تروح بالنيجاتيف. وبعدين اعمل multiply v. يبقى ال v0 equal هنا بقى هتبقى ايه ال 1 دي اللي هي f over f عشان نفس الدنومينيتور خدها نفس الدنومينيتور f over f. فتبقى f dash minus f over f multiply ال v. تمام عشان هنا ايه هتعمل multiply v في both sides. فيبقى ال v0 equal f dash minus f over f times a ال v. فال f dash minus f over f times v يبقى الإجابة ايه؟ d. واضحة كده يا جماعة؟ بس يبقى مجرد احنا ايه عملنا divide ال f وبعد كده عملنا distribute ال v over ال v وال v0 over ال v فبقت 1 plus v0 over ال v. ودينا ال 1 السايد التاني تروح بالنيجاتيف يبقى f dash over ال f minus 1. ال 1 دي اللي هي f over ال f فهتبقى f dash minus f over ال f اللي هي ايه؟ هنعمل كروس مالتي بقى هنعمل بقى ايه تايمز في في البوست سايدز فيبقى ايه ال v0 بس اللي انا عاوزها ايكوال ايه f داش ماينس f اوفر f تايمز في. الاجابه دي واضحه كده يا جماعه؟ ماشي. طيب نمبر 28 بقى بيقول لي if the velocity of the car is 22 متر بير سكند. تمام. ده الفيلوستي اوف ذا كار. تمام. يبقى ايه يعني الفيلوستي دي يقصد بيها ال v0 اللي هي البدايه بتاعتي. ماشي. 22 متر بير سكند. ماشي. Of the sound waves of the speaker is 340 meter per second. طيب ال ايه ايه 340 meter per second دي اللي هي الفلوستي العادية. ماشي. تمام. And you perceived the frequency of the speaker. ال perceived دي احنا قلناها من شوية. اي ال perceived اهي اللي هي f dash. ماشي. ال perceived اللي هي f dash. صح كده؟ وال ايه وال actual frequency اللي هي ال f. الـ actual frequency اللي هي الـ f. أما الـ perceived by the frequency الـ different frequency اللي هي f dash. تمام. طيب هنا بقى بيقول لي and you perceived the frequency of the speaker. تمام كده by to be 500. تمام. to be 500 يبقى ده اللي هو الـ f dash ب 500. اوكي. يبقى انا عندي v0 عندي v عندي f dash يبقى كده اقدر اجيب الـ f. Which of the phone is the closest to the actual frequency اللي هي ال f يعني of the speaker sound wave. طيب أول حاجة ال f dash اللي هي 500 equal v اللي هي ايه 340 plus v0 اللي هي 22 over v اللي هي 340 multiply ال f اللي هو ايه ماشي اللي هو عاوزه هو طالب ال f مش طالب ال ايه. تمام. هو عاوز ال f. تمام كده خلاص اقدر ايه اودي ده كله الناحيه الثانيه او اعمل شيفت سولف. ماشي صح. عاوز تعمل شيفت سولف على طول دايركت. ماشي. يبقى 500 الفا كالك على طول واروح اعمل ايه براكت واعمل فيه 300 فراكشن احط فيه 340 بلس 22 اوفر 340 واقفل البراكت. ماشي. واعمل الفا براكت شيفت سولف ايكوال يطلع 469. هو عاوز الكلوزست 469
هو لو في 500 اوكي، بس ايه سوري 470، لو في 470 يبقى تمام. في في لان هي ايه الاف هتبقى 469 بوينت كام، بوينت 6، يبقى ايه ابروكسيميتلي هتبقى 470 لان هي ايه كلوزست تو ذا اكتوال فريكوانسي، فده 469.6 يبقى ايه 470، يبقى الاجابه سي. ماشي، عشان شفت بس 469، لا بصيت تاني كده لقيت ايه 470 اوريدي موجوده، لان هو قايل ايه كلوزست، كلوزست اقرب حاجه، فكلوزست يبقى ابروكسيميت لايه، لان ده سترونج، الرقم ده سترونج 5 ف6 ف7 ف8 ف9، الارقام دي كلها سترونج، فايه اذا كان سترونج ماشي نزود ايه 1، نعمل اد 1 هنا بلس 1 يبقى ايه، تبقى 470، 69 بلس 1 يبقى ايه 470. تمام كده يا جماعة؟ واضحة؟ اوكي. نمبر 29 بيقول لي the table below summarizes the student's work placement after graduation based on the measure time. ماشي، مديني engineering و business و law. ماشي، work in their field of the study, work in another field, don't work total. اوكي. طيب بيقول لي given a person who works outside the his field of study which of the following ماشي is closest to the probability that the measured is in business. measured يكون ايه in business. طيب اول حاجه given، هو بيقول لي given after given comes total، يبقى given a person who works outside the field of study work outside the field of study يبقى ايه in another field. تمام، التوتال بتاعهم كام؟ ايوه اللي هي دي الجمله دي معناتها لو هختار من التوتال ده، التوتال ده يبقى كام؟ 23,784، ده اللي هي work outside the field of study work in another field. تمام، يبقى given a person who works outside the field of study ده التوتال، ده التوتال. تمام، اللي هو ده. طيب which of the following is closest to the probability that، طب ما هو حاجه من دول ماشي، لا اما ايه engineering لا اما business لا اما ايه law ماشي. قال لي لا ده business، فالبيزنس اللي هاخد ايه 11753 اللي هو البيزنس ده 11753 over ايه التوتال، يبقى ايه جالي get after given يبقى comes total، اهي التوتال ده اللي هو field of study not work in the field of study يبقى 23784. وبعد كده فوق اعمل بقى ايه، ايوه النمبر اللي هو ايه ماشي اللي هو كام في البيزنس 11753. طب نعملها على الكالكوليتر على طول، ماشي نكتب 11753 divide 23784 وندوس ايكوال تطلع 0.49، يعني approximately 0.5. تمام 0.49، ما فيش 0.49 يبقى approximately 0.5، يبقى الانسر ايه سي. واضحه؟ تمام كده، لان هو قال كلوزست، هو قال كلوزست هي طلع 0.49 يبقى 0.50 على طول. اوكي يبقى ايه سي هي ايه الايه البيست ايه انسر. اوكي تمام، او هي الانسر صح. نمبر 30 بيقول لي x square plus y square minus 6x minus 4y plus 9 equals 0. The equation above is an equation of the circuit. ماشي، which of the following represented by the equations blue is tangent to his circle. تمام، طيب ما دام tangent للسيركل يبقى انا كده محتاج اجيب السنتر بتاع السيركل واجيب الراديوس، يبقى محتاج حاجتين سنتر وراديوس. تمام ليه؟ لان انا عندي دلوقتي لو انا مثلا برسم سيركل سي مثلا كده اهو، تمام فايه فده السنتر نقطه مهمه اكون عارفه، بناء عليه ابتدي احدد بقى ايه الراديوس، الراديوس بتاعي هنا وهنا 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 هو نفس الراديوس، فاقدر اجيب بقى ايه التانجنت بتوعي اللي انا عاوز الايكويشن اوف تانجنت، يعني التانجنت ممكن يبقى ايه هنا اهو ماشي اوكي، ممكن يبقى هنا اهو ده تانجنت، ممكن يبقى ايه هنا اهو نجيبه كده يبقى تانجنت من الجنب ده، ممكن يبقى تحت كده ماشي ايه نجيبه تانجنت مثلا صح، دول ايه اللاينز للتانجنت، لا اما ايه ده وده او ده وده. طيب تمام، يبقى محتاج اجيب ايه، يبقى انا عشان اجيب التانجنت يبقى محتاج اجيب سنتر وريديوس. تمام فهمنا كده، نبتدي بقى ايه نجيب بقى ايه السنتر.
طب السنتر نجيبه ازاي؟ نجيب الاكس والواي من كوفيشن اكس وواي، هنلاقي ايه؟ نجيب الاوبزيت ساين للاكس، هنا نيجاتيف تبقى بوزيتيف، وهاف الاكس 6 اوفر 2، وبعدين الاوبزيت ساين للواي يبقى نيجاتيف تبقى بوزيتيف، هاف الواي 4 اوفر 2، فتبقى 6 اوفر 2 و 4 اوفر 2 تبقى 3 و 2، يبقى كده جبنا السنتر 3 و 2. نبتدي بقى ايه؟ نجيب الراديوس ار. ماشي خلاص، احنا عرفنا دي ان هي دي 3 و 2. ماشي، هنبتدي بقى ايه؟ نجيب الراديوس ار اللي هو عبارة عن ايه؟ اخد روت الرقم الاولاني سكوير بتاع السنتر بلس الرقم التاني بتاع السنتر سكوير، وبعدين ايه؟ الاوبزيت ساين للابسولوت. الاوبزيت ساين للابسولوت اللي هو 9، يبقى نيجاتيف 9. تمام، اقدر ايه احسبها ايه دايركت بالكالكوليتر، هتبقى ايه روت نكتب فيها 3 سكوير بلس 2 سكوير ماينس 9 تطلع 2، يبقى الريديوس كام؟ طلع ب 2. يبقى معنى كده اذا كان الار ب 2 يبقى انا هتحرك ازاي؟ ها 2 هنا و2 هنا و2 هنا و2 هنا، يبقى هتحرك ازاي؟ مش هو 3 و2؟ يبقى هتحرك هنا تو ذا رايت على الايه، على الاكس اكسس، يبقى نزود 2، 3 بلس 2 تبقى 5 و2. تمام، وهنا هتبقى بالماينس على الاكس اكسس، يبقى 3 ماينس 2 تبقى 1 و2. وبعد كده هنا على الواي اكسس هطلع 2، يبقى 3 برضو و2 بلس 2، اهي دي 2 بلس 2 تبقى ايه 4. طيب وهنا اهو هتبقى ايه 3، وبعد كده هنا ايه 2 هننقص منها 2 تبقى 0. تمام، يبقى انا كده دلوقتي ممكن ايه، انا ببص كده لقيتها كلها ما فيهاش ايه 1 اوفر 3 اكس ماينس 1 اوفر 3، ده لاين ايه بيبقى ايه شكله كده، هي بوزيتيف سلوب، فطبعا ما فيش لاين كده، هو لا اما ايه فيرتيكال لا اما هوريزونتال، لا اما اكس ايكوال لا اما واي ايكوال. طيب هنا اكس ايكوال كام؟ هتلاقي اكس ايكوال 5. تمام، وهنا اكس ايكوال كام؟ اكس ايكوال 1 اللي هي الاكس دي. طيب وهنا واي ايكوال كام؟ هتلاقي واي ايكوال 0. وهنا واي ايكوال كام؟ هتلاقي واي ايكوال كام؟ الرقم ده 4. تمام، اهي يبقى دول الايه التانجنت للايه للسيركل اللي هي ايه اكس بايه 1 واكس بايه ب 5. ماشي، هنا اهوت خدنا الاكس من ده والاكس من ده، فاكس ب 1 واكس ب 5، وهنا خدنا الواي واي ب 0، وخدنا خدنا الواي واي ب 4. فين بقى اللي فيها حاجه من دول اللي هي 1 اكس ب 1 او اكس ب 5؟ اهي موجود اكس ب 5. تمام، يبقى الاجابه دي هي الاجابه الصح. ماشي، هتلاقي طبعا ايه اجابتين نفس الصح، يعني ما ينفعش ايه الاقي واي ايكوال 4 في الاجابه، لان خلاص حط اكس ب 5 يبقى هو كده قصده على دي. ماشي، وممكن ايه بدل ما يحط لي اكس ب 5 يحط لي مثلا واي ب 4. ماشي، يجيب اي رقم غلط ويحط واي ايكوال 4، فساعتها اختار واي ايكوال 4. تمام، يبقى انا باخد ايه كل التانجنت لاين حددتها اهو للايه للسيركل، وبعد كده ابتدي ادور عليها في ايه في التشويسز، فلقيت الاجابه ايه هي نمبر ايه دي. واضحه كده يا جماعه؟ تمام. 31 بيقول لي ايه؟ سوبر ماركت has 3 branches A, B and C in 3 different sets. The head manager released that the in average per day branch A has branch A ماشي has يعني equal 20% more customers than branch B، يعني increase by 20%، يعني 1 plus 20% لل B، يعني تطلع بالكالكوليتر هتبقى كام؟ 1.20 اهي، اللي هي 1 بلس 20 واعمل البرسنت اهي، تطلع كام؟ 6 اوفر 5 اللي هي 1.2، تطلع 1.2 بي. ده كده الايه؟ ان الايه ايكوال 1.2 ايه؟ بي. تمام، and branch B ماشي، and branch B بقى has يبقى ايكوال 20% less than، 20% less than يبقى ايه decrease by، يعني 1 minus 20% للبرانش A customer A less customer than branch A C. طيب يبقى ده كام؟ هتبقى ال B equal 0.8 على طول A C، اللي هي 1 minus 20 تديني 0.8 A C. تمام، if the number of customers in branch A تمام is 1200 تمام، يعني ال A ده 1200، ال value بتاعت ال A 1200، طب ما كده أقدر أجيب ال B، هيبقى ال B ساعتها بكام؟ 1200 over 1.2 تمام، فهنا هوت هتطلع بكام؟
على الكالكوليتر واحسب 1200 over 1.2 تطلع 1000، يبقى دي equal 1000. تمام. هو عاوز ايه؟ هو قال لي ال number of customer in branch A 1200. طب اذا كانت ال A ب 1200 قدرت اجيب ال B تطلع ب 1000، ماشي. What is the estimated number of customers in branch C that same day؟ طب branch C، طب انا عندي دلوقتي ال B ب 1000، يبقى اقدر اجيب ايه؟ ال C اللي هي تبقى 1000، اللي هي ال value بتاعت ال B divided 0.8. تمام. فيبقى ايه؟ ادي الاجابة بتاعتي هتديني ايه؟ 1000 over 0.8 هتديني 1250. يبقى الإجابة إيه؟ 1250 دي الإيه؟ choice A أو الاختيار إيه؟ C بتاعي. ليه؟ لأن هي إيه؟ هو الإجابة إيه؟ الصح بتاعي اللي هي 1250. What is the estimated number of customers in branch C that the same day؟ تمام كده؟ إيه؟ 1250. أوكي؟ تمام. أوكي. وممكن نعملها برضو بإيه؟ بطريقة إيه؟ تانية، اللي هي نعملها إيه؟ مش أنت عندك دلوقتي الـ equation 1 equal 1.2 B و B equal إيه؟ 0.8 A C، فنقدر إيه؟ نعملها إيه؟ حل تاني، ماشي؟ اللي إحنا نكتب A كـ ratio A لـ B لـ C، وناخد إيه؟ أيوه الـ A 1.2 والـ B ب 1، يبقى إيه؟ تحت الـ A أحط 1.2 وإيه؟ وتحت الـ B أحط 1. وهنا نفس الكلام، تحت ال B احط 0.8، ماشي، وال C احط ايه؟ 1. تمام كده. وهو ايه؟ عاوز ال A الريشيو، ماشي. نقدر ايه؟ نعملها الاول كريشيو. هنا اهوت هتديني كام؟ هنا هعمل ايه؟ ده تايمز، هتبقى ايه؟ 1 تايمز 0.8 تبقى 0.8، وبعد كده اعمل ده تايمز 1.2 تايمز 0.8، ماشي، هيطلع ايه بالفاليو معينه اهي 1.2 تايمز 0.8 اللي هي تبقى الفاليو بتاعت الايه 1.2 تايمز 0.8، فهتطلع 24 اوفر 25 اللي هو 0.96. وبالنسبه للسي هتطلع كام؟ هناخد ال1 تايمز ال1 تبقى 1. تمام. هنا بقى ده المفروض هنحط بقى ايه؟ انا عندي كده خلاص جبنا ال A لل B لل C اللي هي تبقى 0.96 ل 0.8 ل 1. فهو قال لي ان ال A ماله؟ قال لي ان ال A has number كام؟ الجملة اللي قالها فين ال A؟ if the number of customer in branch A is 1200، يبقى ال A 1200. هو عاوز في C يبقى كام؟ اروح اعمل كروس مالتبلاي، اروح قايل ان الاكس ايكوال 1200 تايمز 1 اوفر 0.96. تمام. يبقى عاملين كده هو 1200 تايمز 1 اوفر 0.96 تطلع 1250. يبقى السي 1250. تمام كده يا جماعه، جبناها بالطريقه دي. حل تاني بالطريقه ايه؟ اللي هي عن طريق الريشيو، واضحه؟ يبقى الريشيو تمام او دي تمام، اي حاجه فيهم ايه تمام، هتطلع ايه الانسر اللي هي 1250 31. اوكي يا جماعه. 32 ل 33 questions دول refer to the following information. بيقول لي humidity percentage vary according to the temperature. The scatter plot below compares the temperature in degree Fahrenheit and relative humidity on a certain day every hour from 12 p.m. to 8 p.m. من الساعة 12 للساعة ايه؟ 8. تمام. The line of best fit is also shown. هذه line of best fit is also shown. تمام. وده temperature ايه بالفهرنهايت. تمام. طيب نشوف number 32 بتقول ايه. بيقول لي based on the line of best fit. تمام. اللي هو اللاين اللي قصادنا فوق ده، اللي هو اللاين ده. تمام. قال لي what is the predicted humidity. طيب predicted يعني point on line، اما actual يبقى ال point out of line. ال point اللي هي dots دول، ال dots دول اللي هو actual، والاي point on line يبقى اسمها predicted. هو بيتكلم عن ايه؟ عن predicted humidity percentage at a temperature of 74. طب تعالى ناخد ادي 74 اهو temperature، هنبتدي بقى ايه نشوف، ماشي. اما ايه 74 نطلع هنلاقي دي actual، مالناش دخل بيها.
هو عاوز ايه؟ هو عاوز الـ predicted مش الـ actual. نكمل فوق، ايوه نكمل الاسانسير عند 74، اركب الاسانسير. هو ركبنا الاسانسير فوصلنا ايه الدور ده، ده دور الـ actual. لا مش عاوز، وصلنا لغاية هنا، ده دور الـ predicted. ايوه اللي هي الـ online. نرجع نشوفه فين واقف انهي دور. ايوه 75، يبقى هي 75. تمام، يبقى ايه ال what is the predicted humidity percentage، يبقى ايه 75. اما لو قال لي what is the ايه the actual humidity percentage at the temperature of 74 ايه فارنهايت، هتبقى الاجابه ايه؟ هتبقى الاجابه 70. صح كده ايه، لان طلعت عند الاكتوال فبصيت لقيته فين، لقيته هنا عند 70. لكن ايه هو طالب predicted، فتطلع نكمل اللاين لغاية ما نخبط في اللاين نبص فين، لقيناها 75، يبقى الإجابة إيه؟ 75. أوكي يا جماعة تمام. نمبر 33 بيقول لي what is the humidity percentage represented by the data points that is farther from the line of best fit. أبعد حاجة من اللاين of best fit. طيب أبعد حاجة هنبص كده البوينتس قريبة قريبة من إيه، من اللاين، يعني دي سيل بينها وبينه ماشي. هنلاقي هنا برضو قريب قريب، هنلاقي دي ابعد حاجه باينه، حتى باينه هي سلو شويه، يبقى دي الفارزست ابعد حاجه. طيب الفارزست دي عند كام؟ ايوه هو بيسال بقى عند كام، عند هيوميديتي بكام؟ عند 90. تمام، فهو ايه بيتكلم دلوقتي بيقول لي وات از ذا هيوميديتي برسنتج، اهي الهيوميديتي برسنتج عندي ذات از ذا فارزست from the line of best fit ايه 90. تمام، جبنا ابعد بوينت لانها هنا اهوت في الهيوميديتي ب 90. تمام، يبقى دي ايه 90 هي الاجابه بتاعتنا اللي هي farthest للايه للline of best fit. اوكي يا جماعه تمام. اوكي 34 بيتكلم هنا اهوت في 34 عن ايه، جيمس اد ان اويل تانك 10 لترز اون داي 1. يبقى اول داي كان كام؟ كان 10 لترز. تمام، وبعد كده ايه then every day he adds 50% the amount he filled it the day before. يبقى ايه هيقل، يعني ايه بيحط كل يوم نص الكمية اللي حطها في اليوم الاولاني. فهنا ايه 10 يبقى 5، اليوم اللي بعديه نص الكمية اللي حطها في اليوم ده، يبقى 5 over 2 اللي هو 2.5، نص الكمية اللي حطها. هتفضل ايه ماشي بقى كده، هتبقى 1.25 approximately and so on، هيفضل ماشي كده عمال يقل ايه الهاف الكمية اللي هو ايه بيحطها. يبقى الفيرست داي اللي هو ايه A1 عندي هنا اهو. تمام، طيب المهم ايه اللي هي then every day he adds 50% the amount of that he filled it the day before، نص الكمية اللي حطها 50% يعني half. after 1000 day how much oil is there approximately in the tank. تمام، انا عندي دلوقتي ده، هل هو السيكونس ده هل هو اريثماتيك ولا جيومتريك؟ اول حاجه اريثماتيك يعني ايه، يعني لازم يكون كومن ديفرنس بينهم ذا سيم، يعني مثلا 5 ماينس 10 هي نفسها 2.5 ماينس 5، هتلاقي ايه الفاليوز مختلفين، يبقى ده مش اريثماتيك، يعني 5 ماينس 10 مش هي 2.5 ماينس 5. تمام، طيب نوت ايكوال يعني. طيب يبقى هي ايه، نشوف جيومتريك. نقول 5 اوفر 10 هي نفسها اللي هي 2.5 اوفر 5، نجرب كده هتلاقي ايه 5 divided 10 اللي هي half. تمام، طيب ناخد 2.5 divided 5 ماشي، ناخد 2.5 divided 5 برضو half، يبقى دي geometric ماشي، with common ratio اللي هي 5 over 10 هي تطلع 1 over 2. تمام، عرفنا كده. تمام، قال لي after 1000 day، يبقى هو عاوز how much oil is there approximately، يبقى هو عاوز التوتال. تمام، يبقى هو عاوز الصم بتاعهم كله. طب الصم بتاعهم كله اجيبه ازاي؟ ده ايه هو كده حدد لي اللي هو فاينايت. انا عندي جيومتريك نوعين، نوع ماشي اهي الصم في جيومتريك في نوعين، في نوع اسمه فاينايت بيبقى ايه بيتحدد بايام او بفاليو بعدد محدد، يعني بنمبر معين من بداية لغاية من first term مثلا لغاية term number 20,000 40 أي A value، فده اسمه finite. وفي عاوز sum in general يبقى ده اسمه إيه infinite. طيب إيه الفرق بينهم؟ ماشي، الصم بالنسبة للجيومتريك
طبعا ده هتلاقيه ايه المفروض احنا ايه شارحينه في الايه في السيكونس اللي هو في EST2 كورس اكسبلين. تمام مظبوط، اللي متابع معايا وايه وشاف الدروس هتلاقيها موجوده في ايه اللي هو ايه السيكونس وايه والسيريز اللي هي في EST2 دروس EST2 ايه ماشي كورس اكسبلين. تمام المهم نفتكر. طيب ها يبقى A1 1 minus R باور n، هنا باور n r باور n اوفر 1 ماينس r. طب في حاله الانفينيت دي سهله، a1 اوفر 1 ماينس r على طول، a1 اوفر 1 ماينس r. تمام خلينا بقى ايه نشوف هنا اهوت بالنسبه لديت. احنا الموضوع النهارده على ايه او السؤال هنا اهوت على الفاينايت a1 1 ماينس r باور n اوفر 1 ماينس r. a1 اللي هي اول تيرم اول نمبر ب 10، 1 minus ال common ratio half باور n، n دي اللي هي ايه؟ ايوه اللي هي ال 1000 اللي هي العدد اللي هو عاوزه اللي هو 1000 اوفر 1 minus half. تمام يبقى ايه؟ اعملها دايركت بالكالكيوتر، هروح كاتب 10 براكت ماشي احط فيها 1 minus اعمل ايه open براكت واعمل ايه fraction احط فيها 1 over 2 close براكت باور 1000. تمام كده واقفل ايه البراكت اوفر 1 ماينس هاف 1 اوفر 2. تمام تطلع 20، يبقى الاجابه ايه 20. طيب هل في طريقه تانية غير ايه الرول؟ ماشي اه في. طب ما تقولها. ماشي يا عم ما تقلقش هقولها، مش هخبي عليك حاجه. طيب ايه الطريقه التانية دي؟ هي بتعتمد على حاجة واحدة بس، اللي هي تعرف الـ nth term في الأريثماتيك في سوري في الجيومتريك سيكونس. فالـ nth term عندي الـ nth term بس تبقى عارفها اللي هي an عبارة عن a1 r باور n ماينس 1، بس هو ده اللي أنا عاوزه a1 r باور n ماينس 1. تمام الـ a1 عندي 10، أوكي هنعمل حاجة اسمها إيه؟ ما أنا عاوز sum، في زرار للسم موجود تحت الـ A الـ on. طب ما الاون لوج، لا نعمل شيفت لوج، شيفت لوج ظهر لي صم. تمام هبتدي اكتب هو من اكس بكام، قال لي من الدي 1 هي الدي الاولاني لغايه الدي كام، لغايه الدي 1000 نكتب دي 1000، يبقى خدنا من دي 1 لغايه دي 1000. طيب نبتدي بعد كده ايه ماشي اتحركنا بالسهم لغاية ما ايه ما وصلنا ايه جوه في الايه هنا، نكتب ايه هنا a1 r بار n ماينس 1. ايه هي ال a1 اللي هي ال 10 multiply ال r اللي هي ال half، نعمل fraction ونعمل ايه bracket ونعمل fraction نكتب 1 over 2 تمام close bracket تمام power n minus 1. ايه هي n minus 1 اللي هي 1000 minus 1، ايوه صح كده 1000 نشيل منها 1 يبقى 10 a1 r اللي هي common ratio اللي هي half باور 1000 minus 1 ودوس ايكوال. هي طبعا هتغيب سنه كده لغايه اما ايه تاخد وقتها في حساباتها، اديها راحتها شويه بتاخد لها مثلا بتاع 10 ثواني بتاع حاجه زي كده او 15 نقول 20 يا عم. المهم ايه فهتديني ايه، يبقى انا كده خدنا سيجما اي ان اللي هي من ان في 1 لغايه 1000. ونشوف بقى على الكالكيوتر طلعت ايه اهي دي ايه ده، احنا كده دوسنا ايكوال ولا ما دوسناش؟ ثانية واحدة اتأكد بس هنا ايه ادي ايه 1 هاف باور ايه 1000 ماينس ايه 1. تمام احنا ايه نتأكد بس ان احنا كتبناها تمام اه عملناها صح. تمام ندوس ايكوال بس ماشي هنا اهوت هتطلع المفروض نحسبها ماشي A1 R باور N ماينس 1 طلع 0. لأ في حاجة هنا اهو هنا ايه ادي 10، 10 صح وبعدين الهاف صح ماشي اللي هي أول ترم A1 ب 10 تمام وال R اللي هي ب 1 over 2 تمام باور N ماينس 1 باور 1000 ماينس 1. طيب ثانية واحدة شفت صوت اوكي لا ما ينفعش شفت صوت فيها اوكي تمام سوري 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 هنا ايه باور اكس ماينس 1
اكس اكس، هو هيحسب الاكس مش 1000، هيحسب الاكس مش الاكس دي اكس دي معلش دي هتبقى الفا براكت، ايوه كده اكس ماينس 1. هو بيحسب الان، والان هنا قلنا له احسب من اليوم الاول لليوم الالف، فهنا اكس اكس ماينس 1 دي معلش هندوس ايكوال تاني معلش كده نظبطها اهي a1 هاف باور اكس ماينس 1 الاكس دي اللي هي من 1 ل 1000 وندوس ايكوال، ايوه كده دي الغلطه بس اللي هي كانت ايه فيها في الكالكيوتر. تمام ظبطناها اهو، ها نستنى كده نشوف طريقه الكالكيوتر هتطلع كام، نشوف كده مع بعض الاجابه. احنا كتبناها ايه، يبقى ديت اللي هي ايه ال n عندي اللي هي ايه x ماشي، ال x من 1 ل 1000 هنا هتبقى a1 اهي طلع 20 فعلا صح. تمام يبقى طلع ايه 20، يبقى احنا ايه طلعناها 20، يبقى ايه ناخد بالنا ان هي ايه ال x بس مش نكتب 1000، لما ال 1000 ديت هي ايه انا كده حددت يوم محدد، لا اللي هي half power x x ال variable اللي هو بياخد بيجمع من واحد من اليوم الاول لليوم الالف، هي هي x minus 1. تمام يبقى 10 times ال r اللي هي ال half power x minus 1 نعملها على كده تطلع 20، او هي هي طلع 20 هنا برضو ايه بالفاينايت، يبقى دي صح ودي صح والاثنين هيطلعوا نفس الايه الاجابه. تمام واضح الكلام يعني دي تمام ودي تمام اوكي. تمام نمبر 35 بيقول لي مريم opens a bank account with an initial deposit 10,000 Egyptian pound. The bank account will earn 5% interest compounded annually. طيب compounded annually for the first 3 years after تمام. الرول بتاعتي في compounded annually اللي هي عبارة عن ماشي سوري ال B equal ال initial ماشي A 1 plus R over N power N T. تمام طيب ال N دي اللي هي ايه حسب بقى هو بيقول لي annually ولا quarterly ولا ايه، فهو قايل لي annually يبقى ال N ب 1 quarterly N ب 4 وهكذا. تمام semi annually يبقى N ب 2 وهكذا for the first 3 years. تمام يبقى كده ايه ال A اللي هي 10,000 ال initial دي ال initial بتاعي دي ال A 10,000 1 plus ال R ال percent اللي هي ال 5 ماشي over 100 5% يبقى ايه ممكن نقولها ايه 5% ونعملها ال n ب 1 عشان annually، وهنا 1 times كام ال t، ال t بقى هنا اللي هي ايوه ال year قال لي اول 3 سنين ماشي كده. تمام طيب يبقى كده جبنا الايه البدايه بتاعتي اللي هي ال b الاولانيه. What is approximate amount rounded لا ثانية first year after it which it will earn 8% compounded annually، بعد كده هي ايه هياخد 8%. طب هو دلوقتي قال لي أول 3 سنين after ماشي طيب after المدة دي هيحطها كام سنة، هيحطها لسه ما قالش. What is the approximate amount rounded to the nearest Egyptian pound added to Miriam account after 5 years؟ ايوه كده وضح اهو. بس هو قال لي 3 سنين وبعدين رجع عملها ب 8%، فاحنا مش عارفين بقى ال 8% دي كام سنه، فالكام سنه السنتين تانيين. تمام فالرقم اللي هيطلع ده اللي هتاخده اللي هو البي ده، الرقم اللي هتطلع ده اللي هتاخده هو الديبوزيت بتاعي اللي هو للسنتين الباقيين. تمام تعالى نحسبه هيطلع بكام ماشي، هنا هوت هتبقى 10,000 10 وجنبها ايه 1 2 3. تمام وبعدين نعمل براكت نحط فيه 1 بلس 5%. تمام عملنا علامة البرسنت اوفر 1 خلاص ما بتتكتبش ما فيش مشكلة باور 3. تمام كده وبعدين دوسنا ايه ايكوال هيطلع 11576.25 يبقى 11576.25. طيب بعد سنة ايه البي بعد كده هياخد الرقم ده اللي هي 11576.25 وبعدين هيعمل عليه percent 8% ماشي 1 باور 1 تايمز 2 هيعملها ايه مرتين صح كده، لان سنتين لان هو دلوقتي دي 3 سنين ودي سنتين الباقيين ماشي. اوكي كده ايه دخلناها في السؤال اللي بعديها ثانية واحدة 1 تايمز 2 اوكي كده. طيب اوكي نحسب دي
هنا what is the approximate amount round to the nearest added to يعني هو عاوز ال value دي الأخيرة. أوكي ما فيش مشكلة، يبقى ناخد الرقم ده answer أهي بدل ما نقعد نكتبه، تمام كده أهو الرقم ده. ناخد بقى إيه هنا أهو، نروح قايلين answer ونعمل bracket ونحط فيه 1 plus 8 علامة البرسنت close bracket power 2، تمام كده. فهيديني أيوه 13502، ماشي 13502. هو عاوز ايه؟ what is the approximate amount round to the nearest Egyptian pound، يبقى ايه؟ خلاص nearest Egyptian pound يبقى ايه؟ يبقى 13503 بقى بدل 2، ما هي 2.5 هي دي 0.5، يبقى ايه؟ هتبقى 13503، تمام؟ ده اللي هو ايه؟ what is the approximate amount، وهو بيتكلم عن ايه ال approximate ايه amount، ماشي round to the nearest Egyptian pound to Miriam account. طب احنا كده احنا جبنا المفروض ده بالفلوس كلها بال initial deposit، هو مش عاوز كده، امال هو عاوز ايه؟ قال لي what is the approximate amount round to the nearest Egyptian pound او added to Miriam account after 5 years، هتضاف للحساب بتاعها added، خد بالك من كلمة added دي. يعني دي مش الإجابة بتاعتنا، مش ال 13503 دي هي الإجابة بتاعتنا، أمال نعمل لها خصم، نعمل إيه؟ نشيل منها remove اللي هي ال initial deposit، يبقى ال added للأكونت بتاعها هناخد ال 13503 minus ال 10,000، أيوة عشان إيه؟ ما دي الفلوس كلها اللي في الحساب. هنشيل منها اصل الحساب اللي هي الاوريجينال، الاوريجينال اللي كان في الحساب كام؟ 10,000، هيطلع ايه؟ الادت اللي اتضاف لل 10,000، اللي اتضاف لل 10,000 تبقى كام؟ 3503، يبقى الاجابه صح 3503، تمام كده. يبقى ايه نمبر ايه 35 الايه الانسر، عملناها ازاي؟ جبنا الايه بعد ايه بعد السنتين اهو، بعد 3 سنين وسنتين يبقى 5 سنين اهو، فطلعت لي الفلوس اللي في الحساب كله 13503، عملنا لها ماينس ال 10,000 اللي هو كانت الاوريجينال اللي هي الفلوس اللي كانت في الانيشال ديبوزيت في الحساب، عملناهم ايه، فطلعت الفلوس الادد الماني الادد للاكونت، ماشي الماني الادد للاكونت بعد 5 سنين 3503. اوكي تمام كده 35. اوكي تمام. نمبر 36 بيقول لي a spinner has two blue sections، تمام، و 3 red sections، تمام، 5 yellow sections، يبقى 2 3 و 5 يبقى 10. طيب it's spun twice، هيلف مرتين، تمام. What is the probability of getting ماله different color، يبقى هو عاوز ال probability بتاعت different، ماشي color، تمام. طب ما ال probability بتاعت different color هي 1 minus ال probability بتاعت same color، ماشي اوكي، يبقى 1 minus ال probability بتاعت same color، تمام. هنلاقي ايه ال blue، ماشي 2 out of total اللي هو كام؟ 5 و 5 يبقى 10، 2 plus 3 5 5 5 10 يبقى 2 over 10 multiply 2 over 10 لأنه twice، قال لي twice. طيب ده البلو، نخش بعد كده على الريد 3 over 10 times 3 over 10، نخش بعد كده على الايه على اليلو 5 over 10 times 5 over 10 لأن كل واحد منهم ايه spawn twice، تمام كده. خلاص كده نقدر نعملها على الكالكوليتر دايركت، لأن اهوت هتبقى ايه 1 minus ونعمل ايه براكت نحط فيه 2 over 10 تايمز نفسها، يعني ممكن ايه نعمل كل واحد منهم باور 2 خلاص، ماشي ممكن نقول 2 divided 10، ماشي بدل ما اعملها تايمز نفسها اقول ايه سكوير على طول بلس، ماشي نعمل براكت تاني نحط فيه ايه 3 divided 10 سكوير برضه، ماشي ما تضيفش نفسها بلس براكت تالت نحط فيها ايه 5 divided 10 اهي 5 divided 10 كلوز براكت، ماشي سكوير، نقفل ايه البراكت وندوس ايكوال تطلع 31 over ايه 50. طيب 31 over 50 دي نعملها ايه
اس دي بقى عشان نجيبها ابروكسيميت تبقى 0.862، تبقى تطلع 0.62. ماشي تمام كده. هو عاوز البرسنت اوف ديفرنت ايه، البروبابيلتي سوري اوف ايه ديفرنت ايه كولر. فالبروبابيلتي بتاع ديفرنت كولر يبقى 1 ماينس البروبابيلتي بتاع سيم كولر، يبقى 1 ماينس هي كل كولر بقى اللي هي البلو قلنا 2 اوفر 10 توايس، يبقى ايه ما تبلاي في نفسها يعني باور 2، وهنا بلس اللون التاني اللي هو الايه الريد، وبلس اللون التاني اللي هو قلنا الريد اللي هو 3 اوفر 10 مالتبلاي في نفسها مرتين، يبقى 3 اوفر 10 باور 2، واللون التالت اللي هو الايه اليلو اللي هو 5 اوفر 10 مالتبلاي في نفسها باور 2. تمام كده يا جماعه. 37 38 ريفير تو ذا فولوينج انفورميشن. تمام، بيقول لي ايه؟ The chart above shows the commission structure for staff members working in a company. تمام، مديني ايه التايتل، جوب تايتل اهو، مديني commission percentage rate بتاعي. تمام، لكذا ايه position ايه للجوب. ماشي، employee supervisor senior manager and so on. تمام، all members of the staff benefit from a fixed salary. fixed salary يعني ايه؟ البيزك. تمام، 800. تمام، بلس ايه بقى؟ قال لي بلس a commission on the profit، يبقى الكوميشن بتاعي اللي هم دول على البروفيت تايمز البروفيت، يبقى بلس commission of the profit، يبقى او commission تايمز البروفيت of the company as shown in the chart. تمام كده؟ تمام. طيب نشوف، يبقى 800 بلس كوميشن مالتبلاي ايه البروفيت. طيب نشوف بقى ايه 37 بتقول ايه. 37 بيقول لي ذا سالري اوف ذا مانجر. تمام، سام فور ذا مانث اوف جانوري ووز 7000. طب احنا قايلين ان السالري عباره عن البيزك اللي هو ال 800 بلس الكوميشن مالتبلاي بروفيت. تمام، هو بيتكلم عن ايه؟ عن المانجر. نرجع نشوف في التيبل المانجر، لقينا ان المانجر الكوميشن بتاعته كام؟ 5%. تمام، يبقى هنا الكوميشن 5% وقال لي ان السالري اوف ذا مانجر قال ايه 7000 equal 800 plus 5% multiply profit. What is the salary of the supervisor John in a in January. تمام، يبقى انا كده ايه هبتدي اشوف اول حاجه اللي احنا هنجيبها ايه البي. البي بكام؟ تمام كده، البي اللي هي البروفيت هنحدده الاول، وبعد كده هو عاوز ايه السالري بتاع السوبرفايزر حاجه تاني. طيب يبقى نجيب البروفيت شيفت سولد ايكوال. تمام، ادي 7000 الفا كالك 800 بلس 5% 5% ملتبلاي الفا براكت شيفت سولف ايكوال تديني كام البروفيت 124000 سوري البروفيت تبقى 124000. تمام اوكي. طيب ده البروفيت، هو بيتكلم بقى عن ايه السالري بتاع السوبرفايزر. طب ماشي، السالري بتاع السوبرفايزر ده اللي عاوزه يحسبه بتاع السوبرفايزر عباره عن البيزك اللي هو ال 800 بلس الكوميشن. نجيبها منين؟ نجيبها من التيبل. نرجع للتيبل تاني ونشوف مع بعض. التيبل اهو، سوبرفايزر اهو، ماشي، اداني البرسنت بتاعته كام او كوميشن بالبرسنتج 3%. تمام كده، يبقى نقول هنا بلس 3% ملتبلاي البروفيت. البروفيت اللي احنا لسه ايه جايبينه اللي هو 124000. تمام، على الكالكوليتور واحسب كله يديني كام. ده السالري بتاعت ايه السوبرفايزر، يبقى ايه هنا اهوت اقول 800 بلس 3 علامة البرسنت هي شيفت براكت مالتبلاي 124000 وادوس ايكوال تديني 4520. يبقى ايه السوبرفايزر بياخد 4500 كام؟ 20. تمام كده، ايه 4520. اوكي يا جماعة، ده ايه اللي احنا جبنا البيزك بلس الكوميشن multiply profit اللي احنا جبناه فوق اللي هي ايه 124000، فطلع لي السالري بتاع السوبرفايزر اللي هي 4520. اوكي كده 37. تمام يا جماعه، ماشي.